بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من 90 دقيقة. النهاردة الحقيقة عندنا مجموعة فقرات مهمة، اخرها وان لم يكن اقلها اهمية فقرة عن ضرب الزوجات. احنا مش عايزين حد يضرب حد، بس احنا بنقول ان الموضوع ده دلوقتي مثار في البرلمان والرأي العام، نشوف ايه حكاية ضرب الزوجات. طبعا الموضوع ليه ابعاد كتيرة يعني، بس احنا هنركز ربما على البعدين اللي لهم علاقة مباشرة بالموضوع. رقم واحد، هو الضرب ده بيحصل ليه؟ وثانيا ايه العقوبة اللي توقع على اللي هيضرب؟ طب واحد يقول لي طب هو ضرب الزوجات، طب في زوجات بتضرب ازواج، ده موضوع تاني مش هنتكلم عنه، يعني هنتكلم عنه شويه النهارده بس دي مش قضيتنا قوي. يعني هو الخوف دلوقتي على الزوجات من الازواج، وكما قال الشاعر بيقول انه في ستات بتخطف في العصابات والحاجات اللي حضراتكم عارفينها دي، بس ده يعني هيبقى اخر فقره في الحلقه. عندنا النهارده كذا فقره تانية مهمه، اولها هتبدا بموضوع المؤامره. احنا عارفين حضراتكم ايه يعني اللي بيسيء استخدام المفهوم لدرجه انك ما بتعرفش هو ايه بقى بالظبط، المؤامره ولا مش مؤامره. فهنكتشف بعد ما نحلل ازاي بتستخدم كلمه مؤامره في مصر والعالم انه في 5 وجوه للمؤامره. هو شويه كلام يعني علم شويه، انا عارف ان الحاجات دي بتبقاش بالضروره يعني اخف حاجه على معده الناس، بس يعني مش اوعد حضراتكم ان احنا ما نطولش، بس كمان هنربطه بموضوع الجواز. يعني مش هديكم بس امثله من السياسه، لا، يعني لو في زوجه شايفه ان زوجها بيتامر عليها او العكس وكلام زي كده، فهتلاقيها فقره لطيفه بس هي فيها شويه عمق، يعني فيها شويه تفكير علمي على قد ما نقدر. في كمان سؤال بشان حادثه كبيره واضح انها يعني مالية التواصل الاجتماعي بأشكال مختلفة ولكنها لم تظهر للإعلام، والناس بقت بتلوم الإعلام بشكل مباشر ان انتوا ليه يا إعلام ما بتناقشوش هذه القضية، مع ان انتوا وجعتوا دماغنا وعلقتم على حاجات أتفه من كده بكتير، الستات بتوع نادي الجزيرة والحاجات اللي حضراتكم فاكرينها ديت، مشاكل أبسط من كده لكن بتاخد حجم كبير قوي. لكن دي مشكلة، حادثة كبيرة، وهنتكلم في الموضوع شوية طبعا بقدر ما يسمح به القانون وميثاق الشرف الإعلامي. يعني احنا ما عندناش حرية ان احنا نشوه حد او نقول حاجة غير لائقة على حد، طبعا كعادتنا يعني في 90 دقيقة انه يعني وفقات المحور بصفة عامة بنحاول نكون بقدر المستطاع ما احناش مثيري مشاكل، لكن لو نقدر ان احنا نساعد في حل مشاكل هنحاول نعمل كده. في حاجة كمان مرتبطة بكورونا واللي بيحصل في العالم دلوقتي، وصلوا لإبداع جديد، هو انك مش لازم تاخد الكورونا في حقنة، انت ممكن تاخدها برشاش عن طريق الفم او الانف او حاجات كده، برضو هنشوف الكلام ده مع بعض. بس هنبدأ بموضوع المؤامرة والوجوه الخمس او الخمسة للمؤامرة. خلينا نقول يعني الناس بتستخدم كلمة مؤامرة بمعنى من 5، بس احنا الخلط ما بين الخمس معاني يوديك في حتة تانية خالص. يعني زي مثلا ما تقول لي ايه لو في مكان اسمه ارض اللواء، وفي ارض اللواء مثلا في 12 مكان في مصر، فانت تقول له ارض اللواء وانت فاكر ارض اللواء بتاعت الجيزة، والراجل السواق فاكر انت بتقول ارض اللواء بتاع بني سويف، فتلاقي نفسك في بني سويف تقول له انا دي ارض، يقول لك ما دي ارض اللواء. لا، فقصدي بس ايه، نكون اكثر دقة وحرصا واحنا بنستخدم الالفاظ. طيب الوجه الاول للمؤامرة بيقول ايه؟ هو تفسير غيبي و لحاجة احنا مش فاهمينها، فما تبقى انت مش فاهمها فتبتدي تقول اكيد في مؤامرة، وبالتالي بتحاول انك انت تبحث عن من هو صاحب المصلحة وراء المؤامرة علشان تقول ان فيه مؤامرة. يعني مثلا احنا شفنا دي اللي بنسميها نظرية المؤامرة، انه في تآمر. ما مثلا حضراتكم فيروس كوفيد 19 ده الناس قالت لك مستحيل يكون طبيعي، اكيد في حد مستفيد من الموضوع، واكيد في حد عايز يعمل حاجه في حد عشان يعمل حاجه. المهم يعني فقال لك والله اولا فتره لك لا في حاجه اسمها كده، ده يعني خدعه اعلاميه، ده كل الموضوع ده شو اعلامي كده. والناس قالت لك ايه، بص العصفوره بص بعيد كده عشان ما تركزش في مشاكل البلد الثانيه، الناس فكرت كده. الناس قالت لك لا ده اكيد هو مخلق والصين عملته علشان تدمر امريكا. اوكي، بس ده العالم كله بيعاني منه مش بس امريكا، وبعدين امريكا هتتدمر من فيروس زي كده لو امريكا مش هتجيب علاج بديل، يعني علاج ليه، اسف يعني. قالت لك لا ده ممكن يكون هي مؤامره من امريكا عملتها في الصين علشان تدمر الصين، بس الصين ايه بقى واعيه، هو احنا اي حد يتامر علينا هينجح كده؟ لا، يعني المهم ان في مؤامره ما. يقول لك ده اسرائيل عاملاه عشان خاطر، يعني اي حاجه تفسير خفي كده انه في حاجه في الكون احنا مش فاهمينها، انما في حد قعد وتآمر ودبر ونجح في المؤامره، واحنا بقى علشان
ما نصدقهمش ونمشي في المؤامرة، احنا ما نعملش اللي هم عايزينه، فما نلبسش لا كمامة ولا نحط البتاع ده ولا نعمل اي حاجة، احنا زي البش، مفيش مؤامرة، في احنا نصدق الناس العبط دي ان في فيروس وبتاع. ده اللي عمله على فكرة ترامب في امريكا لما فضل لغاية يعني قبل ما يجيله فيروس لغايه ما جاله الفيروس، وهو بيقول لك مفيش حاجه اسمها ده، اسمه ده تشاينيز فيروس، دي خدعه صينيه، يعني ده فيروس صيني بيخدع بيه العالم، لغايه ما جاله ولقى نفسه درجه حرارته ارتفعت وجسمه مدشدش ومش قادر يتحرك وكذا وكذا، وخدوه على المستشفى الى اخره. فالرساله هنا ان في تفسير. خدوا بال حضراتكم، احنا بقى في حياتنا العاديه الازواج والزوجات بالذات ليهم بالموضوع ده بالنسبه لهم يعني قطعا، طبعا بالذات الست الشكاكه قوي او الراجل الشكاك قوي، اي حاجه مؤامره. يعني صفاء اتصل بجوز علاء، علاء ما ردش، يبقى علاء بيخون صفاء. ما ردش ليه؟ فكر بقى، ما ردش مش هو هي كلمته وهو ما ردش. طب ممكن في الحمام؟ لا، حمام ايه؟ حتى لو في الحمام ياخد معاه التليفون الحمام. الله 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 الله. طب يمكن مشغول؟ لا مشغول ايه، انا ما عنديش حاجه، عايش جوزي ده ابن لا، هو في المعامل مع واحده ثانيه، انا عارفه انه مع واحده ثانيه، هو مع واحده ثانيه وطلع من عندها واحده ثالثه، انا عارفاه. زي قول الشاعر، جاي بكلمها الشحن فصل، زعلت واتقمصت من اللي حصل، قال يعني بخونها ولا بغشها، فاكراني قفلت السكه في وشها رغم اني في الاول متصل. ايه بقى الحكايه؟ يعني هو اتصل بيها تمام، هو بيكلمها في التليفون الشحن فصل، هي قالت لك بس الشحن فصل ليه؟ اكيد كان بيعاكس واحده، بابا بابا بابا، يبقى قفل السكه في وش. طب نعمل احنا ايه بقى؟ لا، هو انا هعديها له كده، طلع عين اهله، اروح البيت اكفر سيئات اللي جابوه. تمام، ده الوجه الاول. الوجه الثاني بقى التقاء مصالح غير مرتب. واحد يقول لك ايه الكلام الكبير ده؟ لا لا، دي بس سهله قوي، بتحصل كل يوم. يعني ايه؟ يعني مثلا العراق وايران حاربوا بعد 8 سنين. طبعا يقول لك اكيد ده مؤامره سوفيتيه اسرائيليه امريكيه برازيليه زاحفه. يا عم هو قوة ده غزا ده ضرب ده، مين اللي استفاد؟ اسرائيل. بس اسرائيل ما بدأتهاش فعلا، يعني الريكورد كله بيقول انه صدام حسين المجنون مع خميني مع خميني اللي ساعتها كان شايف نفسه ان هو زعيم الثورة الاسلامية وهينشر ده، حرب قعدوا 8 سنين حاربوا بعض. واحد يقول لي ايوه بس الامريكان، طبعا الامريكان فرصة دي، ده انا لقيت اتنين اعدائي بيضربوا بعض. عشان كده بونابرت قال لك ايه؟ لا تقاطع عدوك وهو يرتكب الاخطاء. واحد عدو ليك عمال يعمل مصيبه، عمال بدل ما يرش الجنينه ميه بيرشها بنزين، سيبه هو انفجر. طب خلاص انا والله ما عملت حاجه، ده هو عبيط لوحده، يعني هو اهبل لوحده، طب انا اعمل له ايه؟ طب خلاص. فدي في مثلا علاء ضرب صفاء، هما ضربوا بعض الواحد، هي علاء ضرب صفاء زي ما نشوف النهارده في الحلقه في الفقره. طب علاء ضرب صفاء اتطلقوا، محمود بقى كان قاعد على القهوه ما كانش ليه علاقه بالموضوع ده، هو طلع البيت اتخانقوا مع بعض اتطلقوا، راح محمود اتجوز صفاء. طب هو دلوقتي محمود كان عمل حاجه؟ ابدا، هو ارتقت مصالحه مع انها اتطلقت، فيبقى اتجوزها بس. طبعا صحيح ندم بعد كده، بس يعني ده موضوع تاني بقى، يعني قصه تانية. بس هو الفكره ايه؟ انه محمود، انه علاء ضرب صفاء، صفاء ضربت علاء، مش مهم. المهم في الاخر خالص التقت المصلحه مع رغبه محمود في ان يتجوز صفاء فاتجوزوا. طيب ثلاثة، استغلال قرار او سياسه تفتح فرصه لاضرار الخصم. يعني انا دلوقتي برجع كره للجون، راح واحد من الفريق المنافس خلق الكوره راح تاكل جاب جون، هو انا اللي قلت له رجع الكوره للجون؟ لا، انما هو عمل غلطه، الغلطه دي ادتني انا فرصه، مش ان انا مش محمود اللي دل... محمود ما بيشتغلش مأذون تمام، لا هو محمود لو خلاص اتطلقوا، هو المصيبه حصلت خلاص، فجات له على طبعا ما ده اسف اتجوز. نفس الكلام هنا، 25 يناير في مصر، طب الاخوان عملوا ايه؟ يقول لك 25 يناير الاخوان عملوها، لا الاخوان لقوا في شباب نزل 25 راحوا نازلين 28 زي النهارده من 10 سنين، نزل لك فرصه نقتسم معهم الكيكه، وبعدين شويه راح واكلين الكيكه لوحدها. وعلى فكره ده نفس قطر وتركيا، واحد يقول لك يا قطر هي اللي نزلت الشباب دول هم، لا قطر ولا تركيا، ما فرصه زيطه وهياج وبتاع. يبقى هنا المؤامره مش معناها اني انا اللي دبرت، لا ممكن ده في وجه اخر، بس الوجه ده لا، هي ملخبطه، مبارك عجز والدنيا باظت وحرس قديم وحرس جديد والدنيا ملخبطه في بعضها، فطب انا استفيد. مثلا ايه؟ علاء خان صفاء، محمود بلغ صفاء، هنا بقى محمود دخل عمل حاجه، مش زي المره اللي فاتت، لا محمود قال الحقي
ده محمود ده علاء عمل كذا كذا كذا. فصفاء اتطلقت من علاء عشان محمود قال لصفاء، يبقى محمود اتجوز صفاء. طبعا لعن يعني سلسفيل اليوم اللي حصل فيه كده، ده موضوع تاني. بس الفكره انه علاء لما خال صفاء محمود راح بلغ صفاء، فمحمود تدخل كطرف. هنا الاخوان تدخلوا في الثوره كطرف، فالتدخل ده كان جزء من ان انا استغليت قرار قرار خاطئ ان هو خان صفاء. ده علاء خان صفاء، ده قرار خاطئ. فبس محمود راح ولع الدنيا زي اللي خد الكوره ايه اللي راجع للجون غلط وراح مدخلها جون. في بقى وجه رابع، وده بقى اللي احنا بنفتكر ان هو كله كده. لا، هو في كده بس مش كله كده. اللي هو ايه بقى ده؟ ان لا، ده حد قاعد وخطط ورسم وهنعمل وهنحط، وانا اقول له ده يعمل وده كذا واوعده وعد وما نفذش الوعد. ده وجه. هو احنا بنفتكر ان كل الوجوه هو ده، لا، في الثلاثه اللي قبلين عشان اللي قبلهم. عشان كده انت احيانا بتغلط وغيرك يستغل غلطتك، فمش طول الوقت عملت له اصل انا غلبان وهم بيتامروا عليا. لا، انت في غلطات بتعملها بتخلي حد يستغلك. مثلا هنا بقى مكر وتخطيط وتدبير غير معلن. ربنا يقول ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اهو ده بقى المكر اللي بيؤدي للمؤامره، اللي بتكون حد قاعد زي ما كده ايه راحوا علشان يموتوا النبي عليه الصلاه والسلام في ليله الهجره. جابوا كل واحد من كل قبيلة واحد فتي قوي عشان ايه يضربوه، يبقى دمه تفرق بين القبائل الى اخره. اتفاقات سايكس بيكو لتقسيم الامبراطورية العثمانية اثناء الحرب العالمية الاولى. طبعا ده وزير خارجية فرنسا ووزير خارجية انجلترا قعدوا مع بعض مسكوا الخريطة، قال له انا هاخد العراق انت تاخد سوريا، انا هاخد مش عارف ايه انت تاخد ايه. طبعا ده تقسيمة. وبعدين بعدها بسنة 17 اللي هو وعد بلفور انجلترا وعدت اليهود ان هم تعالوا اعملوا وطن قومي لكم فيه. طبعا ده بقى مؤامرة عن قصد ومكر وتخطيط وتدبير. حرب 67 بالنسبة لاسرائيل، طبعا اسرائيل تك تك. هو ممكن تحطها في اللي قبلها ان اسرائيل استغلت المسألة، واحد عمال يعمل وهنعمل وهنكسر راح تك. وممكن تقول لا والله هم سابوه عدوك بيغلط فسابوه يغلط يغلط يغلط، بس الفكره في الاخر انه قطعا اسرائيل. حرب 73 بالنسبه لمصر، طبعا احنا ده تخطيط تخطيط تخطيط، ده السادات ابو المعلمه اللي في الدنيا. وصل المساله انه يوم 6 اكتوبر 73 الساعه 2 الظهر ما كانش فيه غير 500 جندي اسرائيلي على طول الجبهه. اعبر توكل الله. دي هنا السياسة ما تكون جاية من كائن رشيد يقدر يستغل الفرصة ويعرف. تمام، محمود حط علاء حشيشة في جيبه بلغ عنه، علاء دخل السجن، علاء طلق صفاء، محمود اتجوز صفاء. صحيح كان يوم منيل بالنسبة لمحمود انه اتجوز صفاء، ده موضوع تاني. بس الفكرة ايه؟ انه محمود هنا تدخل عن مكر وتخطيط وتدبير. راح هو اللي حط له الحشيشة، هو اللي بلغ عنه، راح مطلق صفاء، هو اتجوز صفاء، طلعت عين اهله بعد كده. دي قضية اخرى. الوجه الخامس للمؤامرة اللي هو بقى مكر وتخطيط معلن. احيانا المؤامرة مش مؤامرة، دي معلومة. انا عارف انه ده هيعمل لانه هددني. مثلا القاء قنبلتي هيروشيما وناكازاكي. ما هو الامريكان قالوا للبتاع بعد ما ضربوا بيرل هاربر، اليابانيين ضربوا بيرل هاربر موتوا مش عارف كام واحد ساعتها، 3000 وشويه طيار وجندي وظابط امريكي. فهددوهم قالوا لهم يا تستسلموا يا هندمركم، ما استسلموش. راح 6 اغسطس 9 اغسطس 45 والا كانت الحرب من وجهه نظر دي الروايه الامريكيه كان ممكن تستمر 20 سنه بعد كده. انا بس انا هددتك ونفذت. عشان هنا لا، ده معلن، ده في مكر وتخطيط بس معلن، مش تحت الارض. في غزو امريكا للعراق في 2003، ده يعني قرارات وبتاع والسنت مجلس الشيوخ وافق وكذا وهددوا وقال له هنعمل وكذا ولو انت سبت العراق ومشيت مش هنضربك ولا اخر. طب هو انت عايز اكتر من كده ايه معلومات؟ صفاء هددت علاء، صفاء هددت علاء، علاء طنش صفاء، صفاء خلعت علاء، راحت لمحكمه الاسره وعملت خلعه. للعلم بقى محمود اتعلم من اخطائه وما اتجوزش صفاء المره دي، فهم بقى، قال لك لا انا هقعد شويه اوجع دماغي. فالمهم في الاخر ايه؟ انه صفاء هددت علاء، علاء طنش صفاء، ما خدش بالتهديد، صفاء خلعت علاء. محمود ربنا اكرمه في الاخر وفهم انه القصه دي كلها مش هتساوي. المهم في الموضوع ايه بقى؟ انه احنا كبشر احنا فاكرين ان الكون كله بيتامر علينا. لا، انت احيانا بتكون بترجع الكره للجون غلط، انت اللي غلطان، انت اللي مهمل، فهو استغل غلطتك فجاب جون فيك، يعني انت اللي غلطان.
لا تنجح مؤامرة متآمر إلا بتقصير مقصر، لا تنجح. تاني حاجة، انت ممكن تكون مهووس زي اول حالة، مهووس بالمؤامرة، كل حاجة مؤامرة، انت يا عيني قاعد طول النهار الناس بتطلع عليك وتروح، يصحى الصبح مين امر النار، بس عمال طول النهار ضحية، تلعب دور الضحية، الكون بيتآمر وانت قاعد بتأمروا عليا. لا ما هو مش هينفع الى اخره. فبس عايز احرجكم ان دي الخمس وجوه المعروفة للمؤامرة. انا هطلع فاصل ولا احنا نكمل؟ طب نكمل. موضوع الكورونا بقى، في خلاص احنا خلصنا موضوع المؤامره وهنتكلم في موضوع الكورونا. الكورونا في تطورات بتحصل طبعا. اولا مصر بعتت 3 طيارات مساعدات طبيه لاشقائنا في لبنان، وده يعني وزير الصحه بتاعهم كتب كذا تويته محترمه جدا بيشكر مصر حكومه وشعبا، احنا دايما واقفين جنب اشقائنا في لبنان وفي الدول الاخرى. وطبعا شعب لبنان يستحق هذه يعني اي مساعده او مسانده، لانه الظرف اللي هم فيه في ظرف صعب جدا. يعني اول حاجه اقول لحضراتكم مش عارفين يكونوا حكومه، يعني بس ادي اول معلومه، مش عارفين يكونوا حكومه طبعا، خلافات ورؤساء الطوائف والقصص دي كلها مش عارفين يتفقوا، فهي خناقه على جسد الشعب اللبناني، ربنا يكون في عونهم. في حاجه كمان مهمه، وهو انه بدا التلقيح للاطقم الطبيه في 15 مستشفى في مصر من اللقاح الصيني، وواضح انه الحمد لله يعني فيما بدا انه اللقاحات دهيت او عمليه التلقيح نفسها ادت لنتائج معقوله. يعني المتوقع انك بتاخد اللقاح ما بيحصلكش حاجه بقى اللي هي اعراض جانبيه تموت ولا مش عارف ولا حاجات اللي الناس خايفه منها، اللي فكره المؤامره برضو ان هم يدونا التلقيح احنا ناخد نتلقح، لما نتلقح نموت ويبقى المؤامره نجحت. لا لا الحمد لله الامور ماشيه، مفيش مؤامرات ولا حاجه، الدنيا ماشيه كويسه، الناس خدت اللقاح بتاعها وان شاء الله يكون العائد النهائي خير. يعني في بقى زي ما قلت لحضراتكم تطورات فيما يتعلق بانه اللقاح ممكن ما يتاخدش بالحقن، وانما يتاخد بخاخه او رشاش في البق او في المناخير. دي بقى حاجات طبيه كده، ممكن يكون معانا الدكتور محمد رحيم الباحث في علم الفيروسات من لندن. مساء الخير يا دكتور محمد. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. يا مرحبا دكتور محمد. انا سمعت ان في تطور مهم في مساله التلقيح ده، انه هيكون مش من خلال الحقن، الكلام ده صح ولا دي شائعات؟ لا تمام دكتور ممتاز. هو مبدئيا بس طبعا حضرتك عارف ان معظم اللقاحات الخمس لقاحات المتاحين دلوقتي كلهم عن طريق الحقن. ولا يوجد اي لقاح عن طريق الجهاز التنفسي، وطبعا هو سبب تاخير اللي احنا تاخير اللقاحات او تاخير تطور اللقاحات، اللي احنا الفيروس بقاله سنه واحده بس متداول او موجود في العالم، ما كناش عارفين له معلومات كافيه اللي احنا نقدر نفهمه او نقدر نتعامل معاه ازاي ونقاومه ازاي. بدايه في 2020 بدانا اللي احنا بدايه الفيروسات بدانا اللي احنا نتعامل معاها عمليا علشان نبدا نفهم هل الفيروس بيخش او بيتعامل او بيتكاثر ازاي. فيروس الكورونا او الكوفيد 19 هو الفيروس بيخش عن طريق الجهاز التنفس العلوي، بيبدا يتنافس في منطقه الانف ثم منطقه الصدور لفترة 4-5 أيام فترة البدائية، ثم بيخش على الجهاز التنفسي السفلي. بالتالي اللي احنا اللي أنا عشان أقدر أواجه الفيروس أو قام الفيروس دوت أو البيست واي اللي أنا أواجهه عن طريق مكان دخوله. لو أنا قفلت له مكان دخوله أو مكنت له الواجهة اللي هو بيخش عن طريق خلالها، مش هيقدر الفيروس يخش الجهاز التنفسي ومش هيقدر يتكاثر، وبالتالي هتبقى فرصة دخوله أو فرصة العدوى للإنسان هتبقى ضعيفة. بدأنا اللي احنا نفكر دوت. الحاجة الثانية اللي اللقاح تكلفة اللقاح أو سرعة إنتاج اللقاح عشان يكفي دولة كبيرة أو دول كبيرة. طبعا في مشكلة حضرتك تسمع في الإعلام الوقت الحالي، الجرعات قد إيه وتكفي قد إيه وكده، ده طبعا علشان الإقبال أو الديموند الواسع على اللقاحات دي. فالفكرة اللقاح بتاعنا هو يعتمد ببساطة على فيروس اسمه فيروس النيوكاسل، ده فيروس أصله من الدواجن. الفيروس ده بيستخدمناه عمليا عن طريق حاجة اسمها الهندسة الوراثية العكسية، بدأنا نحمل عليه جزء أنتيجيني من فيروس الكورونا، ثم بدأنا اللي احنا نستخدم البيض المخصب اللي هو زي الانفلونزا. لقاحات الانفلونزا اللي احنا بنتحصن بيها كبني هيومن هي اوريدي محضره في البيض دوت. بدأنا اللقاح بتاعنا حضرناه في البيض علشان يكون التكلفه، حضرتك البيض المخصب ده غير مكلف، موجود في كل دول العالم، كل دول العالم عندها امكانيه اللي هي توفره. الزينا الفيروس لما بدا استخدمه او استخدم البيض دوت بيحصل على كميات كبيره جدا منه تكفي ان انا اقدر احسن من خلال البيضه الواحده لجرعتين ل3 جرعات للانسان الواحد. يبقى البيضه الواحده اقدر احسن لثلاثه هيومن او 3 بني ادمين اقدر اديهم اللقاح بتاعي. بالظبط.
فاذا اللقاح بتاعنا بنقدر ناخده عن طريق البيض المخصص، بنديه للانسان عن طريق البخ، وده اللقاح الوحيد في العالم الى الان اللي عدى مرحله التجارب وخدنا موافقه الصحه العالميه، منظمه الصحه العالميه، اللي احنا نخش على ان شاء الله في خلال شهر اللي احنا نخش على مرحله التجارب على الانسان. طب ثانية واحدة يا دكتور، بس عشان انا في عدة اسئلة انا ما رضيتش اقاطع حضرتك في اللي فات، بس انا عايز اتأكد من ان انا فهمت صح. حضرتك عايز تقول لي انه لو احنا خدنا الرش ده او البخ ده في الاماكن اللي بيدخل منها الفيروس للبق والمناخير، صح؟ احنا مش بنتكلم على العين، يعني متهيألي هو ممكن يدخل من العين برضه، بس انتوا ما عندكوش حاجة الموضوع ده. ممكن يدخل عن طريق العين في بعض المستقبلات، ودي دراسة حديثة لسه ما عملناش نتائجها، بيخش عن طريق العين لانه بيستخدم نوع من المستقبلات موجود في العين وفي الانف وفي الزور، فبيقدر يخش عن طريق خلال. تمام، بس هل انتوا البخاخ او الرشاش بتاعكم ده برضو بيمنع دخوله عن طريق العين ولا هو بس فم وانف؟ حضرتك الانف هنا في نيزولاكلي مضغط، في ضغط هنا موجوده بين العين وبين الانف. ان انا بديه الانف فبيقدر يقفل اوريدي المنطقه ديت وبيخش عن طريق العين. تمام، منطقه التقصر اوريدي ببدا اقفل المنطقه دي كامله، ثم الفيروس دوت عن طريق الانف حضرتك لما بنبخ البخاخه بنبلعه اوريدي فبيقفل لي منطقه الزور دي. رائع. طيب تاني حاجه، البخاخ او الرشاش اللي حضرتك اللي انتوا شغالين عليه ده في البحث بتاعكم او في الابحاث بتاعتكم، هل هو زي الحاجات التانيه اخده حقنه يعني فتره وبعدين اقعد مش عارف 21 يوم واخد تاني؟ بالظبط، احنا التجارب المبدئيه على الحيوانات عملنا استخدمنا جرعتين للحيوانات، استخدمنا يعني نوعين من الحيوانات، التجارب عملناها في انجلترا وفي امريكا بمساعده جروب بحثي اخر، بين الجرعتين اسبوعين، ودوت المفاجاه بس حضرتك اللقاحات، او احنا بنقيم اللقاح مش عشان خاطر اللقاح لما بديه بيمنع ظهور الاعراض ولا لا. فات اللقاح اللي انا هلا وانا النهارده خدت اللقاح دوت وجالي عدوى، هل العدوى ديت هتقدر تنتقل لمجاور ليا او لاخويا او لابويا اللي غير محصن ولا لا؟ لا. طب ممكن توضحها اكتر الحته دي معلش. اوكي، اذا النهارده اللقاح النهارده عشان اقدر اديه لازم يكون فيه كمية من الأجسام المناعية أو كمية من الإيمين جلوبولين الموجودة في المنطقة العلوية دي. بالتالي الفيروس لما بيخش عندنا الجهاز التنفسي ويتكاثر، لو أنا موجود اللقاح بتاعي دوت، اللقاح ده هل هيمنع الفيروس نهائياً اللي هو يتكاثر؟ ولا هيمنع الفيروس جزء من الفيروس بس اللي هو يتكاثر وفي جزء آخر يتكاثر ويبدأ يخرج؟ إذا الإنسان المحصن ده لن يظهر عليه أعراض، لكن لو في إنسان تاني غير محصن والفيروس ده خرج من الإنسان المحصن يعدي الإنسان الآخر. فهمت. طب دكتور محمد، بس عندي سؤال، هو ده هيخرج للنور امتى ان شاء الله لو الامور مشيت وفقا للخطه المعده سلفا؟ ان شاء الله باذن الله من شهر لثلاث شهور، احنا ده بناء على التجارب الاستعراضيه على الانسان، بس الشيء المبشر فيه زي ما قلت لحضرتك التكنولوجيا او الفيروس اللي احنا استخدمناه دوت استخدم قبل كده في علاج بعض الاورام والسرطانات في الانسان، فبالتالي الفيروس فيه معدل الامان فيه عالي جدا، معدل المتوقعين فيه اللي احنا استخدمناه على بعض الحيوانات البريجننت الحوامل اللي كان فيها بعض الاعراض مفيش اي مشاكل حصلت منه، وده اللي احنا كنا بنسعى ليه، معدل الامان فيه في الحيوانات الاعمار الصغيره، الحيوانات الاعمار الكبيره، الى الان كله في الحيوانات طبعا، بس زي ما قلت لحضرتك الشيء المبشر اللي احنا عندنا فيه بنعتمد على خلفيه عليه، لان الفيروس ده على فكره موجود اكتر من 100 سنه في العالم. يا دكتور محمد خليني اشكر حضرتك جدا، وكل ما بنتكلم ناس مصريين من العلماء والباحثين والأطباء موجودين في الخارج وبنجد أنه لهم إسهامات محترمة في مواجهة هذا الفيروس العالمي، ده مؤشر البلد فيها خير وفيها طاقة وفيها علم، وبنستفيد منكم طبعا وبنتعلم منكم، ومهم كمان أنتوا تحطوا عينيكم علينا وتشوفوا إزاي ممكن تفيدونا مش بس في مواجهة الفيروس ولكن كمان في نقل هذا العلم من الخارج للعلماء في الداخل. معانا الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية. مساء الخير يا دكتور. يا فندم، السؤال الكبير انه احنا النهاردة بدأنا في تلقيح عدد من الاطباء في مستشفيات مختلفة، حضرتك بتقيم الخطوة دي ازاي وما الذي سيتلوها من خطوات؟ يا شايف الخطوة دي يعني مبرمج بيها او مخططة من الاول، ان احنا بنسعى بان فترة طويلة جدا الحصول على اللقاحات المتاحة عالميا، واللي ثبت انها قربت في بلاد اخرى وخدت موافقات من السلطات الصحيه في هذه البلاد، وايضا هيئه الدواء المصريه بتوجيز هذه اللقاحات، ومعروف ان عدد اللقاحات اللي بتكون متاحه تدريجيا
يعني حتى في العالم كله مش عندنا بس، بتغطي نسبة معينة من السكان، وعشان كده والإنتاج ما بيبقاش كله متوفر في وقت واحد، عشان كده في أولويات للحصول على هذه اللقاحات. كل العالم اجتمع يعني في نوع من الموافقة العالمية، وهي دي طبعا اللي بتجرى في مثل هذه الظروف، إن الكوادر الطبية هي اللي بيتم تطعيمها في الأول لسببين: هي أولا المعرضة أكثر للإصابة بالمرض، ثانيا هي لازم تكون عندها القدرة على إنها تكون متواجدة عشان تعالج وتشخص الأمراض، سواء الأمراض الوبائية زي الفيروس ده أو أي أمراض أخرى. وحتى داخل هذه الأولوية حضرتك أولوية لهذه الأولويات، عشان كده ما تم تنفيذه الآن هو شيء مخطط من الأول ومعتمد، وهو الخطة الموجودة أول من اللقاح للتوادر الطبية اللي هي بتتعامل مباشرة مع حالات الكورونا في مستشفيات العزل، ثم مستشفيات الصدر والحميات، ثم الكوادر الطبية الأخرى، لأن كلهم طبعا معرضين وقد يتعاملوا مع هذه الحالات، ثم المرضى اللي عندهم أمراض مزمنة، ثم كبار السن. طب دكتور، متصور يعني. تماما متصور الانتهاء من إعطاء اللقاح لكل الطواقم الطبية بعد قد إيه؟ يعني المدى الزمني؟ هو شتك ده بيترتب على كميات اللقاح اللي بتوصل لنا، اللي بتيجي تباعا، كل ما هي كمية كل ما يتم تطعيم هذه الفئات تدريجيا. احنا يا فندم الشتك دي مش ظاهرة مصرية، ده اللي موجود في العالم كله حاليا. تمام يا فندم، احنا بيوصل لنا اللقاحات من المصادر الخمسة صحيح؟ حاليا دكتور عوض صوت حضرتك بيروح وبيجي. طيب هنعاول اتصال بحضرتك، انما يعني اعتقد انه كلام دكتور عوض واضح في مسألة ان احنا عندنا خط الدفاع الاول ضد الفيروس هم الاطباء والاطقم الطبية، هنا بقى كلمة اعم شوية لتضمن يعني تتضمن الناس اللي بتشتغل كمان في مساعدة الأطباء، سواء من ممرضين وممرضات وناس ربما بيساعدوا في كل ما له علاقة بالطب بقى، يعني كل ما علاقة بوجودك جوه مستشفى أو مصحة أو عيادة إلى آخره. وأعتقد برضو أن دي يعني زي ما دكتور عوض قال هي توجه عالمي، لأنه هذه الفئة من الناس يعني اختيرت من قبل ربنا أن هم يكونوا الصف الأول في مواجهة الفيروس، وواجب علينا ان احنا نكون كمان بنحصنهم قدر ما نستطيع بحيث ان هم يقدروا يقوموا بواجبهم. معانا الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، واللي بدأ النهاردة بنفسه ان يتلقى اللقاح. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. خلينا بس نحط سؤال، حضرتك بصحة جيدة الحمد لله؟ لا الحمد لله، ده بصحة أفضل بكتير الحمد لله. اللقاح جه في الجون يعني تمام حضرتك؟ لا الحمد لله. عارف حضرتك الشعب المصري الشقيق قاعد بيطلع مؤامرات ان اللقاح بيجيب حاجات، لا 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 الحقيقة ورجع حب يعني الشباب والحاجات دي. عايز اقول لك ان انا يعني احنا اخدت الجرعة امبارح او الجرعة، لا الحقيقة يعني الاعراض اللي فيه يعني حتى لو ظهرت الحقيقة ما ظهرش عندي اعراض خالص يعني الحمد لله. لكن حتى لو ظهرت بنقول ان هي بتبقى اعراض خفيفه، لكن الحمد لله يعني اللقاح ده يعني نقدر نقول ان هو امن لقاح ممكن ناخده. لقاح يعني تم تجربته على فترات طويله جدا عشان نجيب فعاليته. الحمد لله احنا كلنا واثقين في فعاليته، واثقين في عدم وجود اي اضرار منه. لكن الحقيقه طبعا انت عارف برضه في بعض المغردين اللي لازم بنفضل نلقي بعض الشائعات، لكن الحقيقه احنا يعني عايز اقول لك ان فعلا ملوش اي اثار عليا انا شخصيا. الحمد لله. على كل المجموعه اللي اتطعمت امبارح، لقاحت اخذت اللقاح امبارح، ما فيش اي اعراض ظهرت على اي حد مع اختلاف اعمارنا، يعني احنا بناخد على احنا مختلفين في الاعمار، فالحمد لله ما فيش اي حاجه حصلت. واختلاف فئاتنا واختلاف يعني المجتمعات اللي احنا جايين منها، احنا مجموعه كبيره والحمد لله ان شاء الله مستمرين في اخذ اللقاح ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني حضرتك لو عندك اولاد صغيرين او الى اخره، وفي يوم من الايام بقى متاح لهم هذا اللقاح، نفس هذا اللقاح، حضرتك تدولهم يعني؟
مؤامرة. خلاص اوكي يا جماعة. يعني الرسالة في الاخر انه اولا الطب بره الحمد لله بيكتشفوا طرق جديدة لمقاومة انتشار الكوفيد او الكورونا, وفي مصر يعني القطار الدولة ماشي فيما يتعلق بتحصين الاطباء والاطقم الطبية من الفيروس. وان شاء الله يعني انا تقديري قلت لحضراتكم امبارح او امبارح في البرنامج انه 2021 هيكون ده ذروه اللقاح, و2022 هتلاقوا يعني ان شاء الله الامور احسن كتير. فمعلش صبرا يا اهل الدنيا, معلش يعني وتلك الايام نداولها بين الناس. في بقى خبر له علاقه بحادثه حصلت على طريق, بس اتاكد من حاجه الاول, بحادثه حدثت في ما بين الغردقه وسهل حشيش او الجونه وسهل حشيش حاجه زي كده. في هذه المنطقه من العالم كان في شابه مهندسه ديكور سايقه عربيتها وفي الطريق العادي, او مش عربيتها, لا مش سايقه عربيتها, المعلومه اللي جات لي انها عندها راكبه اوبر او حاجه زي كده, وحد جاي الناحيه الثانيه. مش انا التفاصيل الحقيقه مش عندي 100%, بس هو المشكله فين؟ المشكله مش في ان التفاصيل موجوده او مش موجوده, هو في شكوى. ودي اكتر حاجه يعني قلقتني شويه في الموضوع ده, انه انتم يا بتوع الاعلام, طبعا اللي انا في اللحظه دي واحد منهم, يعني انتوا بتقعدوا بتمسكوا في قضايا تافهه جدا وتعملوا منها موضوعات كبيره قوي وتقعدوا تناقشوها, وايه يعني تفتت المفتت وتدمر المدمر وتكسر المكسر, وبعدين تروح راجعوا ملامه تاني. بص يعني حوارات احيانا بتبقى ملهاش اي معنى وملهاش اي افاده ولا قيمه حقيقيه للمشاهد او المستمع او القارئ, وما زالت هي انترستنج يعني مثيره للاهتمام ونقعد نرغي فيها. لو كنت بقى قضايا مهمه وما بتتكلموش فيها. فانا بس بقول لحضراتكم, انا واحد من الناس ما حدش قال يقول ولا ما تقولش, يعني الحكايه كلها ان احنا لازم نحترم القانون. دلوقتي هذه الحادثه تمت يعني حدثت, والنيابه يعني بتحقق في الموضوع وصدر حكم, مش حكم اسف, بحبس لمده 15 يوم على ذمه القضيه. ويعني القضيه كلها انه احيانا بنخاف نظلم حد واحنا ما نعرفش التحقيقات هتوصل لايه والكلام ده, انما في النهايه بنقول انه لو في بنتنا توفت, طبعا ربنا يرحمها, شيء محزن جدا لها يعني لاسرتها اسف ولينا, ورحمه الله عليها ويا رب يعني تكون في الجنه, طبعا لاسرتها كل التعازي ده اكيد, لانه يعني اكيد بالمصاب على راي امي الله يرحمها. مره كنت بسالها في حاجه فبقول لها, كان واحده صاحبتها يعني ابنها توفى, فبقول لها ماما يعني الموضوع ايه ومش عارف ايه, بتقول لي يا ابني موت الضنا يكسر الظهر. ففاكر الكلمه دي كويس قوي, موت الضنا يكسر الظهر. ربنا يخلي لكم جميعا اولادكم واولادنا ويبعد عننا الشر يعني, بس طبعا اكيد مصاب مش قليل يعني. ثالث حاجه, لو في غلطه, وانا ما اقدرش اجزم ان في غلطه, انا ما اعرفش, بس يعني مما هو يعني شائع بين الناس انه حد سائق بسرعه كبيره في اتجاه مضاد, سرعه كبيره في اتجاه مضاد يترتب عليها حادثه تموت فيها مهندسه تموت فيها انسانه يعني, لا طبعا دي لو الكلام ده وصل يعني الكلام ده فعلا انعكاس لحقيقه الامر, لا يبقى لازم محاسبه. هنا في قانون, مصر مش غابه. على فكره مصر في مساحات ومناطق وحاجات النفوس فيها اقوى من القانون, وده ثغره عندنا, ثغره في ثقافه المصريين قبل ما تكون ثغره عند الحكومه, ان احنا دايما فاكرين ان احنا اشطر من القانون ونعرف نتغلب عليه ونعرف. واحيانا الحكومه بتساعد, يعني احيانا الحكومه بتعمل حاجات تجنن خلق الله برضه. عشان هقول لكم مثال, اطلع من مدينه الانتاج الاعلامي دي, تمام, اطلع بعربيتك وفكر انك ترجع عشان تروح المحور, هتفضل ماشي لغايه بنزينه بعيد او ما اعرفش كام كيلو كده, مسافه كبيره او عشان تلف وتيجي. فالناس تعمل ايه؟ تروح طالعه وتروح داخله شمال اللي هو معاكس, وتروح طالعه كوبري يعني تدخل تمشي معاكس لمسافه مثلا ما اعرفش 400 500 متر وتطلع الكوبري وتلف الناحيه الثانيه. ايوه هنا الحكومه اخطات في حق المواطن, ما ادتلوش بديل امن منطقي. طب وانا طب ده مش معناه المواطن ما غلطش, لا. المرة جربت مقالة زمان, حكومة هذا شعبها وشعب هذه حكومته, أين الخلاص؟ حكومة مش دارسة كويس بتعمل أخطاء, وشعب بيتعامل مع الأخطاء بأخطاء أكبر.
فتلاقي مصيبة في مواجهة مصيبة. لكن في الواقعة دي يبدو جدا من اللي اتقال انه لا في قانون ومتطبق. وهنا دي الحاجة الرابعة، انا من زمان جدا، طبعا انا عايش بقالي كتير يعني عجوز شوية، انا اول من فترة طويلة جدا اشوف نيابة عامة سبق المجتمع بخطوة واثنين وثلاثة. يعني النائب العام الحالي له كل التحية، انا عمري لا اعرفه شخصيا ولا عمري التقيت بيه، ويعني ما عنديش حاجة في النيابة اللهم لك الحمد والشكر، يعني ما عنديش مع يعني قصدي ما راجل تافه ما حدش بيهتم ان هو يرفع عليا قضايا ولا كلام زي كده، فكويس الحمد لله. بس قصدي انا شايف نيابة فعالة سابقة المجتمع، قبل ما بنسأل هو في ايه، لا النيابة بتحقق، النيابة بتعمل، النيابة بتقول. طبعا النائب العام كشخص والنيابة العامة الناس اللي شغالة معاه ووكلاء النائب العام في كل حتة، ما هو مش شغال لوحده، فده كويس جدا. فانا رأيي انه هذا النائب العام وفريق عمله رفعوا البار، بيسموه كده ريز ذا بار، رفع المقياس، المقياس بتاع الاداء، بحيث انه اشقى من ياتي بعده. ما هو اللي يجي بعده احنا متوقعين نفس الاداء او احسن. بس اللي انا شايفه انه القانون بيتطبق، وفي الحاله ديت الواضح لنا مما يقال بين يعني سيارا بين الناس او اللي بنشوفه في مواقع تانية وجرايد وكلام زي كده، انه لا ده في تحقيقات وفي كذا وكذا، بغض النظر عن من اللي ارتكب الجريمة ومن بقى اسرته، من جده ومن عمه ومن باباه ومن الكلام ده كله. خامس حاجة، ودي برضو مسألة يعني تستحق ان احنا نتوقف امامها، ما هو مهما كان في نفوذ بس في قانون، في حقوق. عارفين حضراتكم لما كانوا زمان واحد من اساتذتنا كبار يقول لك القانون هو حقوق وحدود، انت ليك حق والتاني ليه حق، حقه التزام عليك وحقك التزام عليه، وفي حدود بمعنى انه انت ما تقدرش تتخطى ده. انا ما اقدرش ادخل شقتك غصب عنك، انا ما اقدرش اعلي الموسيقى لدرجه ان انت ما تبقاش عارف تنام، انا ما اقدرش امشي في الطريق، انا مش ماشي في المطبخ، دي عربيه اداه قتل المفروض تمشي في كده، ما انت ماشيها الناحيه الثانيه، ماشيها في عكس الاتجاه، طب ما دي جريمه. فقصدي في الاخر هذا القانون الذي هو خليط ممزوج بين الحقوق والحدود لازم هيطبق، واللي انا شايفه انه مطبق، اللي شايفه في هذه الواقعة انه مطبق. والاعلام اللي هو في الحالة دي انا طبعا ما اقدرش اتكلم اكتر من اللي انا بعمله هنا، ان احنا بنتكلم بس احنا عندنا قوانين برضو اللي هي حدود وحقوق، من حق المتهم ومن حق اسرة المتهم انك انت ما تقعدش تشهر بيه، تقول عليه الفاظ او تحكي عليه حكايه وتطلعه يعني لغايه ما نتيجه التحقيقات تطلع. انا ما يعني انا مش محقق وما كنتش هناك وما اعرفش والى اخره، فممكن اني ان اقول يعني كلاما عارف ايه فاصبح عليه من النادمين، يعني اقول كلام اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليه تبين؟ ما هو انا ما اعرفش السوشيال ميديا دي، ده ممكن تكون ابو وام وجد الفسق كله، ممكن يقول لك حاجات وانت تفضل ماشي وراها فتبينوا. ليه؟ ان تصيبوا قوما بجهاله، تروح تقول حاجه على حد فتصبح ممن يعني ايه من النادمين انك انت قلت الكلام ما كانش المفروض يتقال. فانا بس ما اقدرش ادخل في اكتر من كده، ولا اكتب ولا اقول اسماء ولا يعني اوجه اتهامات لحد لاني ما اعرفش. لكن في المقابل اللي انا اعرفه ان البلد دي فيها قانون والقانون اتطبق، والنيابة العامة حبست المتهم، وهذا المتهم النهاردة اكيد في محامين بيدافعوا عنه وعلى اخره، ومستنين نشوف حكم المحكمة والامور هتنتهي لايه. انما طبعا قلوبنا وتعازينا لبنتنا اختنا المهندسة، مهندسة الديكور اللي توفت، ربنا يرحمها يا رب، ويعني يلهم اهلها الصبر، لانها يعني مصيبة مش قليلة. احنا كده ايه خلصنا البتاع ولا؟ طيب هنطلع فاصل بقى دلوقتي وهنفتح ملف، انا بحب الحاجات دي قوي بقى، مدام ضرب بقى وستات وخناقات ورجاله بتضرب بعض وطلع. مدام ضرب وطلع. وهنا كل اللي على فكره الاستوديو النهارده قاعدين سعداء جدا نشوف موضوع ضرب الستات ده وهيحصل. لا هو في قانون جديد، او مش قانون اسف، في تعديل، مشروع قانون تعديل يعني على القانون القائم، ان هم يغلظوا العقوبه، انه الست الراجل اللي يضرب الست يتحبس 5 سنين. تمام. فطبعا في ناس تقول لك يعني طب يعني يقول طب ما انا اقتلها وانا 5 سنين في البتاع، اقعد 5 سنين في ضرب، طب ما انا اقتلها قتله يعني فاهم. يعني في طبعا الرجاله ايه يعني في الموضوع في جانب فكاهي شويه، يقول لك اقعد 5 سنين عشان ضربتها بس، لا طب ما انا بعمل حاجه مفيده بقى يعني. طبعا انا بهزر يعني، لكن لا طبعا احنا املنا وهدفنا انه ما حدش يضرب حد اصلا، يعني نحاول نتواصل
ولو في كوميونيكيشن سكيلز يعني مهارات تواصل يمكن الموضوع يتحل. وما تتجوزوش اصلا تخش دماغنا يعني، انا مش فاهم ايه الموضوع. المهم هنطلع فاصل سريع وبعد الفاصل نلتقي بضيوفنا ونناقش هذا الموضوع، مشروع قانون او مشروع لتعديل قانون له علاقه بضرب الازواج للزوجات. شوف بقى الاسباب والمسببات وبيضربوا بعض ليه ويعني وصلوا لايه في الاخر. وكان دايما بنصح الناس اللي تتجوز جديد حاول تسكن جنب الاسم وتصاحب الضباط عشان ايه اي اجراءات زي كده تخلص بسرعه. فاصل نرجع نحمل حلقتنا. تنفيذ لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم للدول الشقيقة والصديقة، قامت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة الدول العربية بتجهيز 3 طائرات نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من المستلزمات والأدوية والأجهزة الطبية والألبان لإرسالها لجمهورية لبنان الشقيقة لمساندتها في مجابهة انتشار الموجة الثانية، حيث أقلعت الطائرات من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار رفيق الحرير الدولي ببيروت. يصاحبها وزيرة الصحة والسكان ووفد رفيع المستوى، وكان في استقبالهم عدد من المسؤولين بوزارة الصحة اللبنانية الذين أعربوا عن امتنانهم لمصر قيادة وشعبا وجيشا. اللي نحن عم نقطع فيه بلبنان هو حالة استثنائية تاريخية، ولكن وقفة الأشقاء العرب واليوم ممثلة برئيسة المجلس التنفيذي لوزراء الصحة العرب معالي وزيرة الصحة والسكان المصري الدكتورة هلا زايد، وقفتها وقفة تضامنية تعطينا دعم معنوي إضافة إلى الدعم اللوجستي اللي اليوم قدمت لنا إياه لوزارة الصحة اللبنانية لمواجهة وباء كورونا. وهي هي سلسلة من العطاءات والدعم المستمر من الأشقاء بجمهورية مصر العربية، والمستشفى الميداني القائم منذ حرب عدوان 2006 الغاشم، وتستمر إن شاء الله التفاعل والتنسيق الدائم على مستوى جامعة الدول العربية لنقدم لمجتمعنا هذا النموذج الراقي من التعاطي والمسؤول على مستوى القيادات وعلى مستوى الشعوب. سياق متصل، قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتنفيذ جولة تفقدية داخل المستشفى الميداني العسكري المصري بلبنان. كما أكدت على استمرار التنسيق التام بين الحكومة المصرية بوزاراتها المختلفة والحكومة اللبنانية لتقديم الدعم الكامل للشعب اللبناني الشقيق. احنا بدأنا جسر مساعدات دائم وقد يكون أسبوعي حتى الأسبوع اللي فات بشكل أسبوعي أو كل أسبوعين، والنهاردة في 3 طيارات، طيارتين من جمهورية مصر العربية بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبارة عن طيارة شحنة ألبان أطفال وطيارة أدوية الكورونا مستلزمات مواجهة الجائحة، وفي طيارة ثالثة محملة بصفتي رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب من جامعة الدول العربية مع رسالة من الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط، عبارة عن أجهزة رعاية مركزة بكل مشتملاتها. ودايما إن شاء الله دي يعني الفترة الجاية تشهد مزيد من الدعم، وأنا يعني بأناشد جميع دول العالم الوقوف بجانب لبنان في هذه الفترة، وإن شاء الله لبنان تعدي هذه الفترة بكل صمود كما عودتنا. تأتي تلك المساعدات تعبيرا عن دور مصر المحوري والهام تجاه أشقائها من الدول العربية في مواجهة الأزمات والتحديات. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يجعل كلامنا خفيف على حضراتكم في الموضوع ده عشان في ضرب بقى وبتاع ومشاكل زي كده، فاحنا نحاول ايه نخلي الموضوع مش في ضرب جامد يعني. موضوع ضرب الزوجات والحقيقة كمان في النص يعني حضراتكم هتسمعوا من ضيوفي الكرام كلام عن ضرب الازواج يعني لو حصل. ما احنا طبعا المفترض يعني بحكم خبرتنا انه الرجل ربما بيكون اكثر عنفا
لفظيا وماديا تجاه المرأة، لكن من الوارد انه يحصل العكس. طب نعمل ايه؟ يعني ايه اسباب الموضوع ده؟ كيف نعالجه؟ القانون بيقول ايه؟ الدين بيقول ايه؟ ازاي نحاول نتجنب استخدام العنف في العلاقة بين الزوجين؟ يسعدني ان يكون معي ضيوفي الكرام، وهبدأ من عن يميني ليديز فيرست، يعني السيدات اولا، سيدة نائبة امل سلامة عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، ممثلة عن محافظة الجيزة ومحافظات شمال ووسط وجنوب الصعيد. منورنا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. يسعدني كذلك ان تكون معي الدكتورة ايمان الدمياطي، استشاري الصحة النفسية وخبير العلاقات الاسرية. منورنا دكتور ايمان. كذلك يسعدني ان يكون معي صديقي الدكتور الشيخ الدكتور ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف. منورنا يا دكتور. نورك يا فندم. الله يبارك في حضرتك. اهلا بيك. سيادة النائبة أمل سلامة، حضرتك تقدمتي بتعديل أو مشروع قانون لتعديل عقوبة الضرب، فأنا مش هدخل في تفاصيل كتيرة كمقدمة، حضرتك اشرح لنا من أين جاءت الفكرة وما هو مضمون التعديل حضرتك عايز تدخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي فكرة قوية ومن زمن بعيد احنا بنتكلم فيها، بس ما كانش فيه إمكانية تنفيذها. وأنا بقول إن الفترة ديت، أنا يعني الفترة دي فترة نهضة وتقدم لمصر والاهتمام بالمجتمع المصري، لأن المجتمع هو اللي هيشكل لنا المستقبل قدام. فلما يكون في عنف ضد المرأة، ابني بيشوف أمه بتتهان وتتضرب، ده بيحدث خلل في الأسرة الصغيرة اللي هي احنا جزء من المجتمع كله، اللي بتكون المجتمع فلما يحصل خلل في المجتمع، هنأهل أجيال تنهض بالبلد ازاي؟ وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بينهض بالبلد فعلا في هذه الفترة سياسيا واقتصاديا. فماذا يفعل في الاجتماعية؟ ده يعني انا بقول احنا دورنا ان احنا نخلي الفكر الجديد في تقدم، في تحديد. هل حضرتك لمستي انه في نزعة لدى الرجال لتوجيه الضرب للنساء لزوجاتهن، او للزوجات عند الزوجات لتوجيه الضرب للرجل؟ وهل حضرتك شايفة انه لازم القانون يعامل الرجل والمرأة فيما يتعلق بمسألة الضرب على قدر المساواة، ولا يغلظ على الرجل اكثر ما يغلظ على المرأة؟ بص حضرتك، انا استندت على المادة 11 في الدستور، تقول ان المساواة بين الرجل والمرأة وحماية الدولة من حماية، يعني تكفل الدولة بحماية المرأة من جميع اشكال العنف، لان المرأة نصف المجتمع وهي اللي بتربي جيل، فهننشئ جيل يعطي في هذه المجالات وفي النهضة الحديثة بتاعت بلدنا. العالم كله يشهد مصر الان. مصر الان مختلفة عن السنين اللي فاتت. طيب يعني حضرتك شايفة برضو العقوبة تتساوى بين الرجل اللي يضرب زوجته والزوجة؟ طبعا أصلها نفس الإهانة. فحضرتك شايفة انه 5 سنين، حضرتك قلت، انا قلت لا تقل عن 3 سنين. أيوة. ولا تزيد عن 5 سنين. يعني حضرتك عايزاها هي اصلا في الوضع الرهن كام؟ لا تزيد عن سنة وغرامة 10، لا تقل عن 10 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه. لا مش معايا تاني. يعني الواحد ضرب مراته دلوقتي ياخد سنة اقل كمان، أو ممكن أقل. يكون أقل سنة أو أقل. أيوة. ويدفع 10 جنيه. تخيل. أنا تاني لو عمالين يضربوا بعض ليه؟ يعني هما بيضربوا بعض ليه؟ خد ال 10 جنيه هو لما طفل ينشأ. خد 10 جنيه وديها بالبنيه بعدها. أنا آسف بهزر، بس ما يتحملش هزار، بس يعني هو بس فحضرتك التغليظ ده حضرتك شايفة إنه سيكون رادعا، بالذات إذا طبق بقى بصرامة. حق المجتمع علينا، ده حق المجتمع ان احنا نصلح الخلل اللي بيحدث فيه. طيب انا هروح للدكتور ايمان الدمياطي وهقول لك يا دكتور، هو احنا اصلا بنشهد الظاهره دي ليه؟ يعني العنف ده مصدره ايه؟ ده موروث ثقافي بقاله سنين قوي، ان من زمان يعني الاولياء والامور كانوا بيتعاملوا بمبدا الضرب على انه وسيله للتقويم والتهذيب. فطلع النشء كامل واجيال كامله شايفه ان ده طبيعي ونورمال، بدليل ان بابا وماما بيضربونا، فبالتالي يبقى انا طبيعي ان انا اضرب في يعني وسيله للتعبير عن غضبي او مضايقتي من حاجه، ان انا اعبر عنها بالطريقه اللي تعودت اشوف
وكبرت ان انا بشوف بابا وماما بيعبروا بنفس الطريقه، فاحنا ماشيين بقالنا سنين في نفس الحلقه المغلقه. والعنف ده كمان مش بيبقى بس على قد من الولاد لاخواتهم، احنا بنطلع في المدارس بنشاهد ان نسبه العنف والتنمر بقت عاليه جدا. العنف بقى سائد في كل المجتمع، حتى في الاعمال الدراميه اللي بتبقى مطروحه برضو لازم يدخلوا مشاهد عنف، خلاص غرست في وجدان الولاد ان العنف ده بقى من سمات الحياه. مفيش حاجه اسمها ان هم نوجه ونعرفهم ان عبر عن اللي جواك بطريقه محترمه بطريقه راقيه. الكالتشر نفسه او الثقافه نفسها محتاجه يتعمل لها تعديل. طب لو انا تخيلت كده انه احنا قاعدين بنخاطب جهات القائمه على تربيه الانسان في مصر وتثقيفه وتنشئته والكلام ده، نقول لهم ايه؟ سواء بنتكلم في التعليم، بنتكلم في الاعلام، بنتكلم في الثقافه العامه، نقول ايه؟ تمام، هي لازم تبقى حمله توعويه كامله للمؤسسات التعليميه، ان تبقى في حملات ارشاديه للطلبه واولياء الامور كمان، ان ايه يعني ايه عنف وخطورته، وازاي ان احنا نزرع في الولاد قيم وسلوكيات بتنبذ العنف ده، وفي نفس الوقت حملات توعويه في الميديا، في كل وسائل الميديا، لان هي بقت داخله كل البيوت، بقت مع الولاد. نعمل حملات لمختلف الاعمار، الاطفال تبقى حاجه زي كرتون او انيميشن فيديو كده شويه تفهمهم يعني ايه ان ده شيء مش مقبول، ونخاطب برضو السن المراهقه. المهم ان احنا نوصل لكل فئات المجتمع، وان احنا نفهمها ان ده خلاص ما عادش ينفع ان احنا نوصل للمراحل دي. احنا وصلنا لمراحل اب ذبح ابنه من الاسبوع اللي فات علشان حس انه بيسبب له يعني قلق علشان عنده كهرباء في المخ، وحوادث كتيره قوي حصلت. فالعنف بقى يعني نقول ما بقاش استثناء او شذوذ، انما بقى ربما يكون سمه عامه. طب ده ياخدني لدكتور ابراهيم، وهنا السؤال. وطبعا احنا يعني للاسف في ثقافتنا معظم، كان في نقطه كده يقول لك الرجاله ما بيعرفوش من القران الكريم غير مثنى وثلاثه ورباع واضربهن. صحيح. في الايه دي يتجوز لغايه اربعه واضربهن. طيب يعني الثقافه دي ازاي كمان تولدت داخلنا، رغم ان في عشرات الايات والاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام اللي لا بتقول مثنى وثلاثة ورباع بالاطلاق كده، ولا بتقول اضربهن بالاطلاق كده؟ الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على من ارسله ربه رحمه للعالمين. تحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام. وخلينا اقول لحضرتك حاجه مهمه، القران نزل لكي يعالج قضيه العنف، لانه جزء من همجيه الانسان الاول لما حب يعترض على حتى تعبيره عن الحسد والحقد والبغضاء قتل اخوه قابيل وهابيل. ده كان اول ميل للعنف. لما بنيجي للبيئه العربيه بنجد ان الضرب كان سمه سائده الى ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا ربنا سبحانه وتعالى يطرح بدائل، اهجروهن في المضاجع. الفكره بتاعه الضرب اخرها خالص، والضرب اللي قال عظوهن فعظوهن العظه الاول واهجروهن في المضاجع. خلينا نقول الحاجه المهمه، الضرب ده كان هو السمه الاولانيه، ده الحل الاول، ركنوا خالص للاخر. وحاجه غريبه جدا عشان افهمه لازم اشوف تطبيق النبي ليه، وانا لسه كنت بتكلم مع الدكتوره قبل الهوا، فهمي للقران بيعتمد على تفسير القران بالقران عشان افهمه، تفسير القران بكلمات النبي العدنان وسلوكه صلى الله عليه وسلم. حتى من يذهب الى فكره الضرب يقول لك ايه، اصل النبي كان بيستخدم السواك، وعود الاراك معروف انه عود يعني ما بيستخدمش في العنف. اذا حتى علشان اراضي اللي هو يعني ميال للحته دي قوي، عايز اقول له حاجه لم يثبت ابدا، واتحدى على الهوى، ان النبي صلى الله عليه وسلم قوم امراه في حياته عن طريق الضرب ابدا. بل ان معيار الرجوله في الاسلام، احنا عارفين ان المعيار دلوقتي الجيم واطلع الساحل واعمل الشكل اللي احنا عارفينه بالظبط. خليني اقول لك النبي عمل معيار تاني خالص راقي قوي. معيار الرجوله في مفهوم سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم: لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم. طب يا سيدي اصل هي اقل في الدرجه وانا اقوى منها واعدل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. بتضرب ليه؟ عارف ليه يا دكتور معتز؟ لان في مفهوم وثقافه سايده
ان الراجل افضل من المرأة في القدرة بتاع الذهنية والثانوية العامة، طبعا كلهم اوائل واحنا بقينا نتراجع عكس كده خالص. فيجي ربنا يضرب المنطق ده في مقتل، فتلاقي اولا القرآن فيه صورة اسمها صورة النساء، ولا يوجد في القرآن صورة تسمى صورة الرجال. القرآن بدأها لكي لا يدعي احد انه افضل من الاخر، قرر في بداية الصورة انه خلقنا من نفس واحدة. طب انا بضربها عشان تفهم، يقوم ربنا يقول ايه؟ ان الثواب والعقاب واحد، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيب. يبقى هنا عدالة ربنا المطلقة قضت ان الراجل والست نفس المستوى في الفهم والاستيعاب للأوامر والنواه، فلا يوجد مدعاة لكي يعني يفتأت واحد على الآخر أو لكي يستخدم الضرب بين الزوجات. العنف هو وليد المجتمعات، هو وليد الدراما، هو وليد السينما. خلينا نقول بصراحة كده، احنا طالعين كنا بنتكلم عن 25 يناير، على فكرة قبل ما نتكلم سياسة لازم نتكلم اجتماع. هو ليه الخطاب الاجتماعي يكاد يكون مقتول في مجتمعنا؟ احنا ليه ما بنناقش ان ده كله كان جزء من كبت داخل مجتمع عنيف، وفي اكتر من راجل يجيب بنت ويقلعها وهي لسه شهور في الشارع، والسوشيال ميديا بقت هي عنيفة ايضا. يعني احنا حتى مش قادرين نتصور ان القيم الاخلاقية النهاردة، بلاش نكلم الناس على المنابر، انزلوا للسوشيال ميديا كلموا الناس. حتى واحنا بنعالج يا دكتور بلاقي نوع من العنف اللفظي، طب اكتب رأي كده، طب نزل لحضرتك حلقة، شوف اللي بيختلف معاك بيختلف ازاي. انا تعرضت للكلام ده، هسأل حضرتك على ده. شوف اللي بيختلف معاك بيختلف ازاي، ده سباب. يعني احنا النهاردة العملية عامت في بعض، بقى اختلط الحابل بالنابل. نحن نحتاج الى اعادة صياغة منظومة القيم ازاي يا ربي من جديد. لاني يعني انا مع القانون، انا مع القانون ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، بس خليني اقول لك حاجة، اي قانون ولا هيبقى ليه لازمة، لان هي برضو في الاخر عايزة تعيش، هتترزع العلقة سوري بالتعبير البلدي، وهتتضرب، وام بتربي ابنها بتقول له اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. معرفش مين الراوي العنيف ده، ايه الرواية دي؟ ما هو اضرب للبنت ضلع، اكسر لا اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. ده هي بتربي ابنها بتحرضه على اخته، يعني دايما الابن ده هو دايما المتنمر باخته، لانه هو يعني الام خلي بالك بتقول لابنها اضرب اختك، ايوه اكسر للبنت ضلع عشان تطلع يطلع لها 24 تبقى احسن، يعني اكسر للبنت ضلع يطلع لها 24. حتى الختان، شوف شوف المواضيع بتخش على بعض ازاي. حتى الختان، يا مصريين يا افارقه ليه بتختنوا؟ يقول لك علشان البنت تطلع عفيفه. يا اخي سبحان الله، السلوك هنا، التربيه هنا. طب ايه رايك ان الدراسات اللي عملها المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، كل الساقطات اللي كانوا في دول الدعاره مختنات. يعني انت بتلف حوالين دايره مغلقه، لازم تعلم. انت قلت لي حاجه دكتور ابراهيم قبل ما تدخل، قلت لي النبي عليه الصلاه والسلام لم يختن واحدة من بنات. طب كويس، عشان الناس تسمع الكلمة دي. ده مهم جدا. ما هو ده عنف. ده عنف ليه؟ لأن ربنا قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى، خلينا نتكلم بصراحة، الأنثى دايما موضع اتهام. هي ربنا قرر كده وقال كده وحكم بكده، قال إن دايما النظرة العربية للمرأة نظرة فيها نوع من أنواع عدم التقدير. وإذا بشر أحدهم، ممكن أقول لك حاجة بس عشان يعني، في واحد اسمه دينج تساو بينج في الصين، قبل ما تبان اساس الطفل الواحد كان مضمونها ايه؟ كان مضمونها انه لو خلفت ولد مش من حقك تخلف تاني، لو خلفت بنت لا من حقك تجرب كمان مره. عارف ليه؟ علشان تجيب ولد. ايوه، لغايه بعد كده قال لك لا هو ولد بنت هو واحد بس، يطلع ولد يطلع بنت. بس انا قصدي يعني النظره السلبيه ديت للاسف مش بس عربيه، احنا عايزين نقول بقى هي الفكره كده، ان حتى النظره لوجود المراه في حياتنا يقول لك لا اصل هي عبء عليا. هنا لازم يعني نبتدي نغير المفاهيم ونبتدي، ولذلك هتجد لغاية النهاردة علشان تبقى محافظ كأنها إنجاز، علشان تبقى وزيرة كأنها معجزة، علشان معين مفتية النساء في عهد سيدنا النبي كانت السيدة عائشة. انت النهاردة لغاية دلوقتي دار الإفتاء لا يمكن تعتمد ان يبقى فيه ست، فاهمني؟ هي ثقافة ذكورية. اول مرة تسمع بقى ان بتوع الدين يتكلموا كده، ثقافة ذكورية محضة، ان لا يمكن. يعني هي الفكرة قايمة على كده، مع ان القرآن هو اللي علمنا ان بلقيس لما استشارت المجمع بتاعها من الرجال لبسوها في حيطة ودوها في ده،
قالوا لها هنروح نحارب سليمان، قالت لهم لا 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 الامور ما بتتاخدش كده، وتبنت المنهج الدبلوماسي وقدرت تحافظ على بلدها وعلى وطنها بحكمتها وبرشدها. مريم سيدة نساء العالمين، فاطمة يعني أقرب المقربين إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا محتاج النهاردة أعالج من الجذور، لأني خلي بالك حط قانون أوكي، هي هتخرب بيتها بنفسها، هتنضرب وهتقعد ومش هتحاول إن هي تخرج ومش هترفع الأمر للقضاء خالص على طيب. فكرة ودي مشاكلنا. طيب أنا بس هروح لدكتور إيمان وهرجع كده تاني لسيادة النائبة، بس أنا عايز أقول هل هناك، أنا آسف إن أنا بسأل سؤال يعني بايخ، بس أنا أعرف عليك أحيانا بيبقى السؤال مش بيعكس رأيي بس بيعكس إن في ناس بتفكر كده. هل المقولة اللي قالها الشيخ إبراهيم دكتور إبراهيم لها جانب آخر، وهو إنه أحيانا في ست ممكن بتستدعي العنف من الراجل؟ يعني ده موجود ولا إحنا بنحلم؟ لا لا موجود، عشان نكون واقعيين. في لما اتعملت الدراسات عن اسباب العنف كان من ضمن اسباب العنف ان جهل الطبقه معينه من السيدات بحاجات كتيره قوي، منها حقوق الزوج، هل هي موفيه حقوق الزوج ومراعياه، في اهانه لفظيه للزوج، في اهانه وفي تقليل من شانه، في تصرفات قادره ان هي تخرجه عن شعوره، وخصوصا مع لو حد زوج بالمنتاليتي اللي احنا اتكلمنا عليها، بطريقة التربية اللي احنا عارفينها اللي هو التعبير المباشر عن الغلط اول حاجة بتيجي في دماغه العنف بالضبط كده، وهي عمالة تستفز رجولته بالإهانة والتقليل من شأنه وتحديه والعند معاه، وغلطات يمكن ساعات بتكون اكتر كتير، فبالتالي هيبقى رد الفعل الطبيعي انه هياخد الخطوة دي. تاني حاجة سكتت اول ما يعني بعد اول ضربة، مدام سكتت دي موافقة ضمنية بالاستمرار، وهي سكتت ليه؟ سكتت علشان برضو في الكالتشر بتاعتها وفي حياتها وهي صغيرة طالعة ان بابا بيضرب ماما وماما بتضربني وكلنا بنلطش في بعض واخويا بيضربني وانا بضرب، فالنورمال برضو ان الضرب مباح، فبالتالي لما جوزي يضربني اتس اوكي، مش هخرب بيتي، مش هبوظ الدنيا، ما هو ده سنة الحياة، وماشية قوي في طبقة معينة اللي هي اللي بتبقى يعني غير قادرة ان هي تعمل سبورت لنفسها او لولادها لو حصل، فمعتمدة عليه ماديا ماديا. طب دكتور انا مش انا هسأل سؤال، طب واحدة ست غلطت وكلنا بنغلط تمام واتضربت تمام. يعني غلط بمعنى انها استدعت الضرب من الرجل فضربها، وحضرتك بتقولي انها لو اتضربت اول مرة وقبلت الضرب فكأنها بتدي موافقة ضمنية على انه ده يبقى وسيلة بقى للتعامل تمام، هي المفروض تعمل ايه بقى لما تتضرب اول مرة؟ لا هي لازم يبقى في قاعدة صريحة بوجود زي ما ربنا قال حكم من اهله وحكم من اهلها، بان في وسائل للنقاش. حضرتك مش معنى ان انت يعني انا مع كامل احترامي لكل الذكور والرجال يعني اللي يقدر انه يضرب الست ده معناه انه بيعترف لها ان انا مش قادر اقنعك وتعامل معاكي بالعقل والمنطق، فانا بستخدم القوة الذكورية اللي انا عارف انك مش هتعرفي تردي عليا بيها، بستقوى عليكي من الاخر. بستقوى عليكي من الاخر، انت عندكيش غير لسانك انا عندي عضلاتي بالظبط كده، وبقت حرب شوارع ما بقتش حياة زوجية. فهي ساعتها يبقى لازم ان احنا نقعد ناس كبار بقى نقعد نحل ونفهمه ان ده اوكي اضراره كذا وكذا وكذا، ودلوقتي بقى في الاستشارات الزوجيه لحل النوع ده من المشاكل يعني. تمام سياده النائبه امل سلامه، دلوقتي حضرتك قلت لي في وسط الدكتور ابراهيم بيتكلم عليك قلت لي ان انت تعرضتي لحمله من التنمر والهجوم ولا اخره من رجاله ولا من الستات ولا من الاثنين؟ الرجاله اكتر يعني. طبعا اكتر، بس هو يكون الستات كمان قالوا لك ان انت ما انت بتدافع عنهم ضمنا يعني. ما اعتقدش ان في واحده ست هتحب تتهان فكلهم معايا اكيد يعني. طيب بس الرجاله كانوا ليه يعني ايه الحجه اللي قدموها، ولا مجرد خناقات وشتايم وبس؟ هيتحبس مجرد خناقات زي ما حضرتك قلت، انا مكسوفه بس اقولها يعني كلام ملوش لازمه يعني مجرد مثلاً فكرة إن شكلها بتتدرب كل يوم مثلا يعني انا كده يعني ما يعرفش ان في ناس محترمه ومثقفه فاهمه مكانه المراه مثلا طبعاً طبعاً يعني دول تفكيرهم واقع خلاص ما بردش بقى. انا فاهم، بس انا بس يعني حضرتك لما تقدمت بفكره انه تغليظ العقوبه، هل حضرتك لقيتي دعم من نواب اخرين ولا ما هو برضه ما هو النواب دول ذكور ونساء برضه؟ لا عايزه اقول لحضرتك يعني انا اول واحد مضى كان رجل. طب كويس. لا
كان حاجه كويسه. يعني يا صباح لك اغلب الاعضاء البرلمان مجلس النواب تحديدا والشيوخ كمان رجاله، فهو بالنسبه لهم هو بيفكر بعقليه ذكوريه زي ما الشيخ قال لك، هو احنا مجتمع ذكوري فاحنا شايفين ان المراه لازم تبقى تحت الراجل ولازم يعني. فهل حضرتك متوقع ان يكون في دعم كافي من ذكور مجلس من رجاله مجلس النواب علشان يدعموا مشروع القانون؟ ان شاء الله. لا انا متفائله طبعا خير. طيب احنا لازم هنتابع مع حضرتك الموضوع ده، بس اصلا انا مش متخيل الرجاله بسهوله يقول لك يجيب لنفسه السجن. تابع يا فندم زي ما حضرتك عايز. طيب هرجع للشيخ ابراهيم، احنا الحقيقه عندنا معضله يعني حضراتكم بشكل او باخر كلكم اشرتم اليها، وهي انه طب ما احنا ممكن نعمل قانون والقانون يبقى مثالي، انما الواقع مش مثالي، الناس ولا اصلا فاهم ولا قول اللي انت عايزه انا اعمل اللي انا شايفه صح. طب الدخله منين؟ يعني قصدي مين يقعد مع مين ويحطوا ايه خطه عشان تحصل ايه ومين ينفذها علشان ما تبقاش الكلام مجرد يعني كلام مسطور بين دفتي تشريعات وخلاص. خليني اقول لحضرتك حاجه، التربيه يعني انا للاسف يعني فكره التربيه دي في حاله من حالات الخمول احنا بنعيشها في مجتمعاتنا العربيه تحديدا. يعني انا بيعجبني مثلا لما بتسافر امريكا، يعني الناس متخيله ايه ان الجيش مثلا في امريكا هو بيدي اوامر. مراكز الابحاث في الدول دي لما اقعد وادرس الظاهره، عندنا مراكز محترمه، المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه، انا اتذكر مره وانا على المنبر كنت بتكلم والمخدرات مدمره والحشيش قاتل، راح طالع لي راجل كده كنت امام في جامعه الخزنداره اول ما تعينت عنده حوالي 70 سنه او 75 سنه، قال لي يا مولانا انا بشرب من يوم انا برضعه، يعني بطلع كده ولا موتني ولا حاجه، المفروض ان كلامك مقنع فانت ما تقولش حاجه. ما تخيل يامها كلمت الدكتور زقزوق في ندوه، راح اتصل بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه وقرروا يثقفوا الائمه ويدرسوا لهم دورة لمدة 15 يوم عن تأثير المخدرات التخليقية والمخدرات الطبيعية وإزاي وإيه اللي بيضر أكتر وإزاي الضرر والكلام ده كله. إحنا محتاجين الإيمان بالعلم، فكرة إن أنا دايما أبقى عيني على المجتمع، عيني عليه، مش كلكم راعي وكلكم مسؤولون عن رعيته. هو احنا بنقولها بس للحاكم عشان يعمل الطريق؟ لا، احنا بنقولها لنفسنا الاول. ولذلك التخصيص بعد العام النبي يقول ايه، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، كمان اربي الام. يعني انا اختصر الكلام ده كله في ايه، الشغل على المرأة، المجلس القومي للمرأة لازم يبقى ليه دور ثقافة توعوية. ما هي مين اللي بيربي الولد العنيف يا جماعة؟ مين اللي خلق التمايز بين الاثنين؟ اللي الولد يروح يسهر للساعة 3 والبنت ممنوع تخرجي، ممنوع تيجي، خلي بالك من اختك، اكسر رقبتها. العنف ده غير مبرر، ده جزء من اللي تربينا عليه في الوجدان، مع انه على فكرة بيحبها جدا وبيخاف عليها جدا وبيتمنى لها كل حاجة جميلة، لكن علشان تكتمل رجولته ده جزء او مظهر احنا بنخرج بيه في مجتمعنا بيعبر عن ان ده راجل شديد، ان ده راجل بيقاوم، مع ان الراجل الشديد في نظري هو اللي يقدر زي الدكتورة ما تفضلت. هو انا بضرب ليه؟ بضرب لاني انا لا امتلك الحجة، بضرب لاني انا لا امتلك الوعي الكامل اللي اناقش بيه زوجة على ارضية محترمة واكلمها. خليني اقول لك كمان نسبة التعليم، ان انا اعلم واثقف، ما انا عندي خريجين كتير، يعني مش عايز اقول لك بقى القرايه والكتابه وازاي لما تيجي تكلم حد، لا احنا عندنا اميه ثقافيه حتى بين خريج الجامعات، ده لازم نعترف. هل يا دكتور ابراهيم، معلش انا بفكر معاك واطرح الكلام ده على ضيوفي جميعا، هل احنا محتاجين نحط مقرر اجباري لكل طلبه ثانوي، ثانوي عام وثانوي فني وثانوي تجاري واداري وكله، انه يعني نسميه علاقات انسانيه؟ هو تتعامل ابوك ازاي؟ تتعامل امك ازاي؟ تتعامل زميلتك ازاي؟ تتعامل اختك ازاي؟ تتعامل مراتك ازاي؟ يعني قصدي انا طبعا مع كل احترامي وتقديري لماده الجيولوجيا مثلا وماده يعني المواد الكتيره العظيمه اللي احنا وحساب المثلثات والتفاضل والتكامل اللي هي مواد مهمه وكل حاجه، انما يعني القليل منها يكفي، انما في علاقات انسانيه مدمره، البشر بتكره. طب ما احنا ما بنقولهمش اصلا. عارف ليه؟ يعني كان عندي محاضره في جامعه جورج تاون كانت عن مستقبل الاخلاق في عصر العولمه. انت الاخلاق دي هنقدر ناخدها معانا زي ما خدناها من القرن الاول الهجري والثاني والثالث والرابع، هنقدر نطلع بيها برضو في زمن ما بعد الحداثه، هيبقى ليها وظيفه. ما هو هنا
انا من اول مره اسمع شيخ اصغري بيسال بيتكلم على العلماء وما بعد الحداثه. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ لاننا لما انفصلنا عن العالم اللي احنا عايشينه ده بقى وضعنا. احنا بقينا منطقه لا تنتج. خلي بالك العنف ده يعني ده هو بس عرض لمرض. عارف المرض ايه؟ ان احنا قاعدين ما بنعملش حاجه. انت لا تبتكر، انت لا تتقدم، انت سيارتك لو اتجرحت ما بتقدرش تدهنها لانك مش هتقدر تجيب نفس الكواليتي بتاع البويا بتاع المصنع. فيقول لك بيعها كده لان هيقول لك ده خدت حادثه كبيره. هو ده ليه ما بنفكرش كده؟ ليه ما بنفكرش ان الخطاب يبقى خطاب بيعتمد على التنميه؟ ما هو انت بص هقول لك الفلاحين زمان علمونا ايه؟ اللي مالوش شغله ان ارض بيخرب البيوت. ليه؟ مين اللي بينقر؟ الفاضي اللي ما عندوش مشروع قومي. النقار يخرب البيوت. يعني هي كده يعني نقروا بعض بالظبط. قاعدين الاثنين ياكلوا بعض بدل ما ندور على عمل منتج. انا زمان كان جنب قريتي قريه اسمها سيت ابو شعره، بفتكرهم بكل خير. العروسه اني محافظه المنوفيه، كان العروسه لما تيجي تتجوز اوضه نوم واوضه انتريه ونول. لما بتخلف طفل او اتنين يقوموا يروحوا المدرسة، يجوا من المدرسة يقعدوا جنبها، يقعدوا يشكلوا سجادة من الحرير. اتذكر الرئيس مبارك لما راح المانيا ارى مقالة في المانيا قرية من الطين تفرش قصور اوروبا بالحرير. بص المجتمع، روح قيس القرى دي بقى، شوف القرية دي مش هتلاقي فيها عنف، مش هتلاقي فيها بطالة، مش هتلاقي فيها مخدرات، مش هتلاقي الناس فيها مشغولة. ليه؟ عنده هدف. انزل دمياط هتلاقي برضو نفس القصة كده. احنا محتاجين نشتغل على نفسنا. احنا بندعي الفقر مع اننا أمة غنية جدا بثرواتها الطبيعية. لازم يا دكتور نقول لهم اوعوا تفكروا ان اليابانيين اتولدوا في بقهم معلقة ذهب. قلت لنا ان في احصائيات يا صقر امام الاتصال مع حضرتك قلت الدكتور وليد هندي يعني انا فاجئني ده صديق عزيز قال لك ان العنف كمان من المرأة للرجل، كسر ضلع وكسر فك وكسر. الحلقة دي اتذاعت على احدى الفضائيات. انا الحقيقه استغربت وما استغربتش. ليه؟ لان الجبهتين كده احنا وصلنا زي ما في عنف للراجل. تخيل، ما هو بدا لكل فعل رد فعل، علمونا زمان كده. فبدا يبقى في نعم مش بنفس الدرجه ولا بنفس المستوى ولكن بينذر بخطر. لو 10% قبلت 60% ده خطر. يعني احنا بعد كده زي ما حضرتك قلت هي حلبه مصارعه. طيب ما تيجوا ننزع الفتيل ده، ما تيجوا نربي كما ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو جزء من المل العنف. فاكر الشاب اللي دخل على حضره النبي قال له ايه؟ ائذن لي في الزنا. تخيل هو لو عايز يعمل معصيه مش محتاج يجي للنبي، هو هيروح ينفذ معصيته، ولكن قال له ائذن لي في الزنا. شوف النبي هو بيقوم قال له ايه؟ قال له ادنوا مني. طبعا لو دخل على واحد من مشايخه قال اطلع بره عليك وعلى اهلك اللعنه، لا، النبي قال للراجل اللي طالب كارنيه للزنا ده ادنوا مني، يعني قرب مني يا حبيبي. ها؟ قال له اترضاه لامك؟ الولد غضب، لا يا رسول الله. اترضاه لاختك؟ لا يا رسول الله. لخالتك؟ لعمتك؟ مسح النبي على صدره وقال له يا ولدي. شوف نسب العاصي لنفسه، قال له يا ولدي. هكذا الناس لا يرضونه لا لبناتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فزي ما بتضربها اعرف ان ليك بنت هي حتة من قلبك. هل ترضى ان بنتك تتضرب كده؟ يعني انت هل ترضى ان بنتك تتضرب بشومة تتكسر ويجي لها ارتجاج في المخ ولاقي تقرير طبي جاي ان عندها نزيف عنكبوتي نتيجة لان حبيبها واقرب الناس ليها تمام حطم راسها؟ اشكرك يا دكتور ابراهيم على الدخلة ديت وهرجع لك تاني. انت اثرت نقطة مهمة بس انا هاخد الاول دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية. دكتور وليد مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك يا معالي الدكتور وعلى كل السادة الضيوف. يا مرحبا دكتور. دكتور وليد، قيل لي ان حضرتك يعني اسهمت في دراسة لرصد نقول حجم العنف المتبادل بين الرجل والمرأة. بص حضرتك، المرأة المصرية وفق الدراسات والإحصاءات هي الأولى عالميا في ضرب الأزواج. لك أن تتخيل أن المركز القومي اسمع لا أنا بس رد فعل المرأة المصرية دي حبيبتي ما ينفعش المرأة المصرية تبقى تضرب حد. طيب ماشي اتفضل. صحيح، يعني لك أن تتخيل أن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية قال لك أن 30% بس أنا هقول لك يا دكتور سيادة النائبة استنى بس سيادة النائبة أمل سلامة هتحط قانون علشان يجرم ضرب المرأة للرجل. يعني احنا ما تقلقش احنا واخدين الموضوع مساواة فاحنا هنحمي الرجل المصري من المرأة المصرية كمان. بص الكابتن ده بتبص لي بعينيها ازاي؟ لا 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 ده هي مرحبة بالضرب المتبادل ده، ده خلي القانون مهم. طبعا
لا انا هقول لحضرتك على حاجه، 30% من الزوجات المصريات يضربن ازواجهم ده الضرب البين اللي هو ايه، سحاجات في الظهر، كسره الركبه، خلع في الصباع، وجود كدمات ظاهره. ده مش هنتكلم عن الضرب الغير بين اللي هو بقى شد شعر، عض، تحدفه بحاجه بكوبايه، تناوله بالطاسه اللي بتقلي فيها البطاطس، كل ده موجود وبيجي لنا الحالات دي. يعني انما اللي بيوصل للاقسام والمحاضر والتغيير الطبيه 30% من الزوجات في الاسر المصريه يضربن ازواجهم. فانا طبعا مذهول ان يطلع قانون ويعاقب الراجل اللي بيضرب الزوج. لا لا لا، ويعاقب المراه كمان، الاثنين الاثنين. لا تقلق، احنا شغالين في كل حاجه، تلاقيش خالص. لو كان كده سبورت. وبعدين لا، هي سياده النائبه قالت لك خلينا نعمل مساواه. اتفضل. بالظبط. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، بص للبادي ايمج او صوره الجسم عند المراه المصريه، لا اختلفت، بتروح جيم، عندها ادوات البيت بتلعب بيها، طبيعه الجسم اختلفت، طبيعه العمل اختلفت، بقت مديره وبتقود وتنكل بالرجال، واللي يجي متاخر بتزعق له، فبقى عندها العنف اوتوماتيك جواها في بنائها النفسي تجاه الرجل. دكتور وليد، استنى بس قبل ما تسترسل، بس لحظه، انت متجوز يا دكتور؟ انا متجوز بس الحمد لله، ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم. ايوه دي ملعوبه. يعني انت بقيت في البيت النهارده ولا انت فين دلوقتي؟ انت طلعت، طب حاولت تبات في البلكونه، ما تدخلش. يعني واحده واحده، الشيخ ابراهيم عارف يعني. دي ملعوبه. بص اللي هو ايه، ايوه انا بكلمك اهو. ايوه انا واخد شاتر ولا. طب دكتور معلش، عندي سؤال، يعني الكلام ده بحث معمول تابع لجهه حكوميه مصريه؟ ايوه يا فندم، المركز القومي للعلوم الاجتماعيه والجنائيه في مصر، ده الاحصائيه الرسميه، الغير رسميه اعتقد اكتر من كده بكتير. بدليل بقى، حضرتك امشي في الشارع دلوقتي واكسر على عربيه واحده كنت طايقه جنب منك، هتسمع ملذ وطاب من الالفاظ. لو طولت شويه هتطلع لك شومه من العربيه والفرج بتاع العربيه، كل ده احنا بنشوفه. يعني بقى في تربص بالراجل، بقى في عنف مضاد، شوف كم التدخين بتاع المراه قد ايه، بتدخن، كانت بتقعد تشيش. طبعا كل ده بيأثر في اتجاهات العنف عندها. نهينا بقى ان احنا عندنا احصائيه خطيره جدا، ان 14% من الزوجات في مصر تزوجن في السن ما دون ال 15 سنه. 14%؟ طب ما ده عنف ضد المراه. عنف ضد المراه بيواجه بعنف لما بتتمكن ولما بتكبر ولما تكبر بقى تقول بس اديله بقى. جوزتني صغيره انا اكبر. لا بس انا اقول لك حاجه برضه في موضوع ان الستات بتدخن والكلام ده، لا يعني انت برضه الرجاله بتدخن جوزه، الستات بتجيب البتاع الصغير ده اللي بشكله حلو شيشه، يعني برضه الكنس الناعم يعني. يا دكتور. ايوه. طب بص يا دكتور، انا حرصا على السلام الاجتماعي ومش عايز بكره انا الاقيك في المستشفى ولا حاجه. فانا بشكر دكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه، شكرا جزيلا. طبعا انا بس يعني في جزء طبعا احنا كان كوميدي شويه في الموضوع، بس انا هاخد فكره اساسيه وهو انه فعلا العنف ممكن يكون متبادل، يعني موجود. ممكن تكون موجود. المرأة يعني بترى انه شكل من اشكال انها تدافع عن نفسها، او ربما انها تبرز وجودها في الاسرة، يكون من خلال العنف ضد الرجل. طب ده السؤال اللي بسأله حضرتك دكتور ايمان، طب لما يحصل كده العلاقة الزوجية دي رايحة فين؟ لا هي خلاص كده باظت اصلا. الموضوع خلص، يعني ضرب انتهى. خلاص. وده سبب في زياده عدد الطلاقات. عدد المطلقات في مصر. طبعا. طب يعني برضو اصلا انا عايز ايه، يعني طبعا خد بالكم انا ما عنديش اي مانع ان اي حد يتجوز واحد يتطلق ومحرم ما دام بعيد عني، بس انا خايف على البلد. يعني انا بتكلم من منظور الامن القومي المصري، معنى ان احنا في واحد مره كنا احنا بنعمل برنامج اسمه باختصار، فمره جمعنا احصاءات لقينا ان في 5.5، واحده من الاحصاءات الرسميه جهاز مركزي للتعبئة العامة والإحصاء مرة قال 5.5 مليون امرأة مطلقة في مصر. ده رقم مهول. كل دقيقتين حالة طلاق. طيب وبعدين؟ طب وده، طب يبقى يعني نقول لهم يا ما تتجوزوش بقى، ولو اتجوزوا يعني استحملوا، يعني قصدي ما انت في اولاد ضحايا وفي علاقات مشوهه وفي يعني فكره الاسره اللي بتقول لها المراه المعيله، اسف على التعبير ده، 30%. يبقى احنا داخلين في سكه يعني هتاثر بقى على المجتمع ككل ومستقبلنا. طب يا فندم، بس لما ترجع للاحصائيات بتاعت المجلس القومي للمراه ويقولوا لك وتقول لك الاحصائيات ان هو 8 مليون امراه بتتهان وتتضرب من زوجها، تخاف على الامن الوطني القومي
طبعا. طيب. ما هو بقى دول هم اللي بيخلون في الاخر يبقى في طلاق. هي مش خناقه بين راجل وست، ده خلل في المجتمع. انت طب الجيل اللي طالع هيطلع ازاي يعطي للبلد؟ والله خلل. طب انا يعني هنا الحقيقه يعني النقاش استثار فيها فكره. احنا الرئيس مره اتكلم كذا مره والمسؤولين كبار عن حروب الجيل الرابع. احيانا ممكن تكون حروب الجيل الرابع دي من الداخل. صحيح. يعني احنا ممكن نكون احنا اعداء انفسنا بان احنا ما بنحطش على الاقل. ما هو انا ما هو الحكم على الشيء فرع عن تصوري. صح. طب انا دلوقتي ما عنديش اصلا تصور هو ايه الشكل الكويس لعلاقه الرجل بالمراه. ما فيش تشخيص جيد ليه. ايوه لا وانا كمان انا اتربيت انا. طب اوكي معتز مين اللي رباه؟ يعني قصدي انا مين اللي قال لي صح وغلط؟ ابويا وامي يفترض. يعني اتكلم عن نفسي يعني ابويا وامي. طب ابويا كان بيضرب امي، طب انا هطلع زيها. لكن لو رحت مثلا المدرسه او الاعلام او غيره من ادوات خلق الثقافه والتنشئه تقول لا ان الضرب اصلا غلط، يبقى كده بقى في حاجه توازن حاجه. انما كله ماشي في كل السكه. طب ما يبقى المراه تتضرب وهيبقى طلاق وهيبقى عيال مشرده. احنا المجتمع يا فندم. احنا يعني نفسي اوصل ان انا يعني اشيل الخلل ده اللي في المجتمع. ان فتره طويله بصراحه. طب دكتور ايمان نعمل ايه؟ ما هي احنا دلوقتي في موضوع كبير قوي. احنا لما ترتفع نسبه الطلاق بالطريقه دي نتيجه الخلل ده وتطلع الولاد نفسيا مشوهه وشايفين صوره مشوهه عن الزواج اصلا، هل احنا هنتوقع ان دول هيبقوا بابا وماما بعد كده ويفتحوا بيوت سويه؟ ما هم ما شافوش نموذج البيت السوي. صح. هيقدروا ينفذوه ازاي؟ يبقى احنا نحاول نعادل بقى ان احنا خلاص اوريدي نعترف بالمشكله ان احنا فعلا نسبه السنجل ماذرز او المطلقات المراه المعيله للاسره بقت لوحدها هي شايله المسؤوليه كامله. ولما ست بتشيل المسؤوليه كامله ده بيأثر على السلوك العام والعطاء العام بتاعها. طبعا عمرها ما بتبقى قادره نفسيا، هي مستهلكه نفسيا وعصبيا. وده الكلام اللي قال عليه دكتور وليد، قال لك ان ممكن تلاقي المراه في الشارع كمان بتبقى بتقابل اي حاجه بعنف، تبقى متضايقه متنرفزه، تقول لي مثلا رحت اشتري حاجه من فكياني تلاقي بتخانق معاه. ايوه ما هي محمله بكم ضغوط مستهلكه زي ما حضرتك قلتي، فهي بتحس بيولد العنف. يعني هي حياتها كلها ما فيش فيها يعني ما يدعو للرقة ببساطة. هتبقى رقيقة ازاي اذا كان كل حاجة غلط وعلى اعصابها واولادها وعيالها والتعليم اونلاين والحاجات العجيبة دي. بالظبط. فهي اب وام وشايلة مسؤوليات هي مش مجهزة ومش مخلوقة ان هي تشيل كل الاعباء دي، فبالتالي النتيجة ان بيحصل فشل وخلل. فاحنا لازم بقى نحاول ان احنا نساعدها، نحاول ان احنا نقدم لها الدعم نوعا ما في طريق الولاد بقى، ان احنا نشتغل على الولاد، نحاول ان احنا نعمل حملات للسيدات، نحاول نساعدهم شويه نهديهم شويه نعرفهم ازاي نقدر ان احنا نستثمر حياتنا بشكل احسن. الوحش مش هتبقى احسن حاجه في الدنيا طبعا طول ما هي لوحدها شايله مسؤوليه الولاد، بس نحاول نساعدها. ده ممكن اسال حضرتك سؤال يعني غريب بس هو ده اختبار كده على الهواء مش لحضرتك بس هو اختبار لينا احنا كمجتمع. هو ايه اخر مسلسل من ايام ونيس؟ انا فاكر اخر حاجه انا افتكرها ونيس حصلت من ساعتها لغايه دلوقتي عشان يوعي الناس، يعني يقول لهم دي اخلاقيات الاسره، دي الشكل الافضل لعلاقه الرجل بالمراه او الاب والام باولاده. يعني انا بسال لانه يعني لو مفيش لا يبقى احنا بنشن حروب الجيل الرابع على انفسنا. بالظبط. لا ده في الاسوأ، ده في نماذج دلوقتي في المسلسلات وفي الافلام اللي بتتعرض ابتدت تدخل مفاهيم يعني قاتله وبتهدم المجتمع من بدايته. المثليه، المخدرات، الخيانه، العلاقات اللي خارج نطاق الزواج، كل ده بقى بيتقدم كانه شيء نورمال. بالظبط. فهم احنا بيتحط لنا السم في العسل. والولاد بيطلعوا يتفرجوا وشايفين ان ده طبيعي، هيترسخ في ذهنهم ان هو ايه المشكله؟ ما احنا بنشوف ان ده طبيعي. ما هو ده العادي. ده العادي. هيكبروا يبقى هو ده برضو عادي. طب ما هو احنا ده بقى محتاجين، انا هتكلم اهو، انا هقول بدوري الى القائمين على انتاج المسلسلات والبرامج في مصر، يعني شكرا على الانترتينمنت والترفيه والحاجات دي كلها، بس ارجوكم علمونا. يا ريت يبقى في ترفيه، يبقى في رقابه على المحتوى. لا يعني يا ريت بس اعملوا لنا حاجه تفيدنا ما دام الناس هتقعد في رمضان في كل الاحوال بتتفرج.
طب ما تجيب لي مسلسلين ثلاثة يكون فيهم حاجة يعني الناس لما تشوفها تقول لك والله شوف الأخلاق شوف ال... يعني أنا فاكر زمان كان في حسن عبدين وفي محمود مرسي وكان في عارف الراجل أبو البشري ده وكان في أبو العائلة مسلسل العائلة الحلمية بالظبط يعني قصدي الوجدان المصري والشهد ودم يعني قصدي كان في حاجات أنا فاكرها طبعا أنا فاكرها لأن أنا كنت ساعتها صغير فمركز فكنت بشوف انا فاكر حاجات اتعلمت حاجات انما دلوقتي الشباب ده ما هو لو بتقد ما انا بظلم معلش انا هقعد انتقد الشباب وانتقد الرجل والمراه طب هو انا كنت اديت له ايه عشان يطلع ايه يعني انا اديت له عنف وخناق وقتل وضرب ودبح وبلطجه ولا اخو فخلاص ده قدامي بلطجي طب ما هو طب ما هو انت ما هو السيستم از وركينج از يعني از از ديزايند النظام اللي انت عامله معمول صح انت دخلت له مصايب هتطلع كوارث ما هو عايز فلوس يعني انت لما بتستنى رمضان لممثل شهير برضو ليه علاقه برمضان هو كل سنه احلى مشهد مصر بتقعد تتفرج عليه والعالم العربي ايه انا بطلع مظلوم يا اما من اخواتي يا اما من عمامي حلقه رد الفعل هي حلقه النجوميه ان انا اكسر لي ثلاثة اموت مش عارف مين اعمل مين ده مسلسل ده في رمضان وهو رمضان فاهمني فلك ان تدرك ان انك انت لازم تبقى فاهم انك انت كل ليله في رمضان عمليه شحن 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 هقول لك حاجه انا دايما مهتم 25 يناير لما حصلت لما طلع فيلم هي فوضى في الوقت اللي كانوا الاتراك بيصوب مع ان تركيا دي اللي يروح فيها اماكن غير صراحه للاستخدام الادمي تماما لكن هل في مخيلة المواطن العربي أو العالمي عموما الأماكن دي عن تركيا؟ لا لأن الميديا بتصدر أجمل ما فيها بينما كانت الميديا عندك بتصدر زينة المحارم بتصدر هي فوضى بتصدر صحيح. كل ده وانت دفعت الثمن هل هنستنى تاني لما نلف في نفس الدائرة وسيدنا النبي يقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين النهاردة أنا محتاج أشتغل على كذا منظومة طول ما في مخدرات في عنف يعني الدكتور احمد المكدوب الله يرحمه وكان استاذ من اجمل اللي كانوا شغالين في المركز القومي للحوثيه الاجتماعيه عامل كتاب عن زينه المحارم كان بيتكلم بكل بساطه عايز الحنفيه دي تتقفل احكم السيطره على المخدرات تمام دكتور ابراهيم اديني بس فرصه عشان عندنا ناس يعني متصلين افاضل استاذ محمد من كفر الشيخ مساء الخير استاذ محمد استاذ محمد مشي طب استاذ محمد من هنا استاذ محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا اهلا باهل هنا الله يخليك عاملين اهلا بحضرتك يا فندم اتفضل السلام عليكم وعلى ضيوفكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كنت بس عاوز اتكلم بس على الموضوع اللي بتكلم فيه سياده النايبه موضوع الخمس سنين من 3 ل 5 عشان نكون امين يعني بس انا عاوز اعلق على حاجه نفترض تمام اوكي مشينا القرار ومشي تمام وبقى 5 سنين مين اللي هيعولها ويعول ولاده تمام بالخمس سنين دول استاذ محمد والله شكرا سالت سؤال في الجون قال لك طب دلوقتي احنا سجلنا الراجل طب الست هتعيش ازاي في الخمس سنين دول مشكله صح هي هقول لحضرتك على حاجه هو القانون مش بغرض حبس الرجالة أو أذاهم تخويفهم يعني زواجر وجوابر يا 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 يبقى بيفكر ألف مرة قبل ما يستعمل إيديه طيب خلاص يبقى احنا لازم نفكر أيوة طب الصراحة والله سؤال برافو عليك يا أستاذ محمد أستاذ محمد من اسكندرية أستاذ محمد أو مشي أستاذ محمد أيوة أستاذ محمد من اسكندرية ازيك اهلا وسهلا بس وصلني بالقناه المعول ما احنا في القناه اهو انت على الهوا اهو انت قاعد معانا ما انت كده على الهوا ايوه انا اللي على الهوا انت اللي على الهوا طب انا عايز اكلم سيده النائبه ما هي سامعاك اتفضل يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا يا استاذ محمد سرع شويه يا استاذ محمد سرع يعني انا سيده النائبه معايا ايوه يا فندم لو سمحتي احنا الناس الغلابة صحاب البيوت القديمة الدورة اللي فاتت عشمونا عشان المؤاخذة يغيروا القانون ما غيروش يعني انت قصدك انت طب اوكي خلاص اشكرك استاذ محمد من اسكندرية انا هقول لك حاجة ده يعني ممكن تبقى حلقة تانية اللي هو اصحاب البيوت القديمه اللي الناس مستاجرين عندهم فتلاقي البتاع على 5 ادوار وهو في الاخر بياخد 17 جنيه في الشهر فطبعا حقك وده ظلم تاريخي يعني طبعا. لكن هنعمل ايه بقى طيب طب انا فعلا عندنا كذا نقطه هنا اولا واحنا بنتكلم عن توقيع هذه العقوبه
هل احنا متحسبين لايه اللي يحصل سواء كانت 5 سنين او 3 او 2 او حتى سنه؟ هو ايه اللي هيحصل في الاسره؟ يعني حتى بالوضع الحالي فيه ممكن لغايه سنه. ايه اللي هيحصل في الاسره لو غاب عائلها او عائلتها الزوج او الزوجه لمده سنه في السجن؟ طب هيحصل ايه في العيال والعيال لما يطلع من السجن يقول انت اراد سجون عشان يعني برضو الموضوع بتاع القانون مش هيكفي في هذه المساله لانه العقده اكبر. لو العقده اكبر الاسلام اباح لنا التفريق. طبعا يعني اما ابقى متجوزها مجرم وراجل ما بيتكلمش غير بدراعه وايده ايا كان رجل او امراه خلاص هنا عند استحاله العشره ها بنلجا الى الطلاق. لكن هي الفكره خلينا نقول ببساطه الخلل اللي عمل فينا كده خلل في المعايير. انا اقول لك حاجه، حد بيجي لي يوم الجمعه يقول لي ايه ابني عايز يتجوز وانا حابب ان حضرتك يعني بمعرفتك بالعائلات ترشح لنا بنت. فانا طبعا طالما شيخ يبقى عايز حد متدين. فاتفاجئت يقول لي ايه، اولا تكون بتشتغل ومش بعقد وكلام من ده يتجدد كل سنه، لا تكون متثبته وبتاخد مرتبها بالدولار. بص الغريب بتاخد مرتبها بالدولار ووالدها يكون سبق له السفر لدوله عربيه ووالدتها تكون على الاقل ما كانتش كده مكتب تزويج مش الشيخ في جامعه حضرتك. فلك ان تتخيل العقليه ايه ده. هو طب هو فين ابنك اللي هيتجوز يعني؟ يقول لك كنبه يتفرج تلفزيون وتشتغل. فين الحب وفين الرومانسيه وفين عجبتني وعجب؟ انت قدام مجتمع النهارده عنده خلل في المعايير. في المعايير هي دي القضيه. ولذلك سيدنا النبي كان بيعمل ترضيه للنفوس، يقول لك تنكح المراه ترغب المراه للزواج لاربع. شوف يقول لك لمالها، ما هو عارف انك انت متطلع ولجمالها مش كده ولا ولحسبها وبعدين في الاخر هات لي دول ولدينها يعني لو يقول لي الاربعه مجتمعين اهلا وسهلا بيه. لكن النهارده بقت المعايير مختلفه. هو مالها بس هو أو جماليها بس وممكن مش جماليها يعني هو عايز مالها فلوس ولذلك هي دي فكره الانسانيه. انت اتكلمت حته عجبتني قوي، ندرس انسانيات تاني وليه لا؟ قيم ومبادئ. انت محتاج يعني انا اقعد اقول له فرائض الوضوء واقعد اقول له كذا واقعد اقول له المواريث واقعد طب انا ما بقولوش ازاي بقى انسان يعني الاول ازاي بقى انسان طبيعي؟ ازاي يبقى كان رسول الله هين لين صلى الله عليه وسلم؟ هو سيدنا النبي لما ربنا مدحه قال لانه كان اللي بياخد منه ألم ما كانش بيقوم تاني، قال له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظاظة النهاردة بقت معيار للرجولة، واخد بالك؟ كمان ايه، تعال شوف المعاكسة النهاردة لما بتتكلم عن شوف افلام زمان كانت الكلمة الاشارة طيب. النهارده لا عنف. خليك يا شيخ ابراهيم هستاذنك في سؤال بس عشان المكالمات لما الناس بتتصل بحاول ما اخدهمش طويله. استاذ اسامه من البحر الاحمر. ايوه يا باشا. مساء الفل. السلام عليكم. صباح الله وبركاته. ضارب ولا مضروب؟ قول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قول. بقول لحضرتك احنا دايما يعني بنلف وندور حوالين المواضيع وكده وبنقول عنف المراه وعنف الازواج وكده. طب ما احنا نرجع للدين احسن ونشوف يعني نقوي حتة ايه بقى المودة والرحمة بدل ما نشوف العنف. لا نرجع للمودة والرحمة والعنف والحاجات دي كلها اللي احنا بنحاول نعملها قوانين وكده هتجسد في المجتمع هتعمل عنف اكتر هتعمل حاجة مضادة هتبقى صعبة يعني. لكن نجسد حتة ونقوي حتة المودة والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة ورحمة هي دي نجسدها ونقويها عند المجتمع مش ندور على قوانين يعني تحللنا. بشكرك يا فندم. يبقى هو ده نفس الفكره فعلا. موضوع التربيه قبل موضوع القانون. معلش هقول تاني يا صاري مين؟ استاذ احمد من الشرقيه. استاذ احمد. حامد. مساء الفل ازيك؟ حامد استاذ حامد انا اسف استاذ حامد. استاذ حامد قول يا استاذ حامد. ايوه يا باشا انا دكتور. اتفضل يا حبيبي اتفضل. انا بحيي حضرتك والنائبه والدكتور. انا اولا انا راجل فلاح مصري شرقي. فلاح مصري ايه؟ انا بحيي الدكتور النائبه. ايوه انا فلاح انا راجل فلاح تمام مصري. تمام شرقي. ايوه انا حضرتك لو انا مثلا ما طولت النهار هي كتر خير انا سايلاني في البيت وغيط وارضي وكله ما جيش اخر النهار اهنا. طيب الله يبارك فيك. برافو. ده انت ربنا يخليك يا استاذ حامد والله ده انت راجل محترم. تعالى. طيب خلاص شكرا جزيلا. بس هي برضو دي رساله انه يعني انا
في شيء مقلق برضو اللي هي خطر التعميم المبالغ فيه او ان انت القفز الى النتائج. ما هو استاذ حامد موجود، يعني قصدي هذه النماذج برضو موجوده، هي احنا قضيتنا ان احنا نكون خايفين ان احنا نكون يعني بنفقدها، يعني قصدي الامور دي بتنقرض ولا يا دكتوره ايمان؟ اه طبعا الكيرف نازل قوي للاسف. يعني احنا بمناسبه الدكتور لما كان بيتكلم على ان هم طالبين الزوجه تكون موظفه، احنا عندنا طبقه كامله من العاملات الزوج هو اللي ما بيشتغلش وهي اللي بتنزل بتشتغل فعلا. يعني دي شائعه في المجتمع. انا اعرف ناس بنسب كده. يعني ولا بنسب ولا كبيرة ولا جداً. المراه بتعول 30% في المجتمع المصري دراسه وبتدي له المرتب كل، هي طبعا بتبقى باليوم يعني بتبقى اعمال بسيطه، بتدي له المرتب هو اللي بينزل يجيبه وبيشرب مخدرات بيه وتنضرب لو ما نزلتش، لو تعبت وما قدرتش تنزل تنضرب علشان تنزل. فلما تبقى الموضوع وصل للدرجه دي من لا محتاجين ناخد خطوه، محتاجين ان احنا نساعد الناس دي. يعني احنا برضو علشان نكون يعني موضوعيين في حكمنا على الامور، النماذج الجيده لا تزال موجوده او لا تزال موجوده، انما هي بس المعضله انه المؤشرات بتقول انه النماذج دي بتتراجع عددا، وبالتالي من الممكن نكون الاجيال القادمه يعني الامور فيها اصعب، وبالتالي نلاقي حد زي الاستاذ حامد ده اخونا حامد لك انا فلاح من الشرقيه، طبعا ليه كل الاحترام للفلاحين وطبعا اهل الشرقيه طبعا. بس هو بيقول لك انا يعني شايلاني طول الليل، اسف طول النهار، عمال اروح واشتغل وكذا وكذا، ارجع بالليل اروح اضربها ولا هنا، مش منطقي. لكن برضو احنا ما بنبرزش ده بالقدر الكافي لا في اعمالنا الدراميه ولا في مقرراتنا التعليميه ولا ربما في خطابنا الديني، ما اعرفش دكتور ابراهيم يوافق ولا لا، بس احنا محتاجين مع القانون او قبل القانون ان احنا نعيد برمجة العقل المصري على استيعاب التحديات الجديدة بما فيها فكرة الرجل والمرأة. وعن القرآن انا معرفش، يعني طبعا انا عارف الموضوع ما يقول ربنا ولا تنسوا الفضل بينكم، الآية دي فيها اشارة عجيبة قوي، يقول لك كل العلاقات الانسانية بتقوم على العدل. في حد يختلف على اننا نلجأ للعدل؟ لا صح. يقول لك الا الحياة الزوجية تقوم على الفضل ولا تنسوا الفضل بينكم. تخيل. فهي الفكره هنا ايه؟ ما هو ده اللي بيقوله، اللي هو ايه؟ اللي هو البني ادم الطبيعي. لكن برضو لو رحت ساحه المحاكم هتلاقي كعشرات الالاف من الضرب، وبعدين هو ضربني وازاي اضربه وازاي الفكر. برضو هرجع القانون، سن القانون سهل، لكن ازاي اوصل للاسم ده امر في منتهى الصعوبه. زي ما قال لك الراجل ايه؟ قال لك حبستني، هيقول لك طب دوري مين اللي اكلك العيال. انا محتاج اغير الثقافه. انا مصر ان عارف هي تبقى سهله امتى؟ لما تخلق حاله تشابك بين وزاره الثقافه، بين الخطاب الديني، بين التربيه والتعليم، بين الخطاب الاعلامي، بين احنا ليه ما بنعملش ورش لبتوع الدراما؟ ما انت لما بتيجي تناقشه يقول لك من فضلك ده ابداع، مش من حقك تناقشني فيه. انا موافق اوكي، بس ما تبدا في الصح وانت تبدا في المصاري. لا اعمل ايه؟ اعمل ورش يعني. انت كمؤلف اقعد اعمل ورشه عمل للمسلسل وهات ناس. يعني انا بتذكر مسرحيه دعاني لها خالد الصاوي الله يمسيه بالخير، اللعب في الدماغ، قالت كل اللي حصل في 25 يناير. اقعد تمام. واسمع صحيح. الكلام ده مهم. صحيح. معانا الحاجه سعاد من القاهره. مساء الخير يا حاجه سعاد. الو حاجه سعاد. الله يكرمك يا ابني، ربنا يبارك في حضرتك، اتفضلي يا فندم. والله يا حبيبي انا هعلق على الجواز وعلى الشغل. اه اتفضلي. وبقول لاي ام واي اب، اي واحد يجي يقول انا عارف ايه، انا عايز بنتكم تشتغل، هي البنت تساله تقول له عايزني اشتغل ولا ما اشتغلش. لو قال لها لا انا هيجي على الشغل وما احبش الشغل اللي تقعد في البيت، الست اللي تقعد في البيت وكده، ارفضي تماما. يعني حضرتك مش عايزه الست ما تشتغلش، قصدك كده؟ انا عايزه. لا اللي جاي يقول لها كده عشان بس ما ناخدهاش في الموقف. اللي هو جاي لها. اللي جاي يشتغل. انا عايز شغل ست عامله وبتشتغل. اقول لها فضي تماما وشرف ليكي انك تقعدي من غير جواز. طيب كويس. طب دلوقتي يا فندم عندي سؤال لحضرتك يا حاجه، شكل حضرتك يعني ايه من الجيل اللي يعني اتعلمتم يعني قيم تانية. حضرتك ايه شايفه فكره الضرب؟ يعني انه رجل يضرب زوجته او زوجه تضرب زوجها الى اخره. والله ده يرجع لتربيه، واقسم لك بالله انا عشت مع جوزي الله يرحمه، الله ما في يوم من الايام حط المفتاح في الشقه ودخل عليا كده يضرب الارتكام، يضرب الجرس عليا وخبط خطين، اقول له ليه كده؟ تخرجني من المطبخ، انت ده بيتك. يقول لي احتراما، ده في الدين
اخش عليك ازاي ولا دخل علي اوضه وصحاني ولا دخل علي لما يخبط علي الباب بيرجع للتربيه. يعني حضرتك عايزه تقولي ان هو داخل عليك اوضه النوم يخبط عليك قبل ما يدخل؟ والله من الادب بيقول لي ده في الدين. قسما بالله يا دكتور قسما بالله انا بعتب على اي ام على تربيتها كان في الواد ولا في البنت في الزمن ده. انا رحت مره واحده بس اغضبت من اخوه الكلمه كده والله. بعد ما اتغديت عند والدتي الله يرحمها قالت لي ما انت قاعده اللي قلت لها اخوه قال لي كذا كذا كان بيت عيله. قالت لي انت اتجوزتي مالكيش مكان عندي يلا على بيتك. لا 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 مفيش تربيه. انا مش شايفه تربيه مش شايفه اي ام بتأهل بنتها تدخلها المطبخ ولا. طب حاجه سعاد معلش عندي سؤال. حضرتك بتتابعي اعمال المسلسلات والحاجات والافلام والحاجات اللي بتعرض في رمضان وغير رمضان؟ طبعا. حضرتك شايفه انها بتدعم فكره الاسره المستقره والحياه السليمه؟ يا فندم 90% 90% من المسلسلات اللي احنا بنشوفها في الزمن ده اللي انا ما احبش وما يشرفنيش اعرف الممثلين اللي فيه. انا اعرف الجماعه الكبار فيه. ده كان خراب ودمار للبيت المصري. اشكرك يا حاجه سعاد شكرا جزيلا. يعني طبعا احنا احترامنا للجميع بس هي في نفس الوقت هي حقها كمواطنه انها تقول يا اخوانا انتوا بتعملوا حاجات تدمر العلاقات الاسريه والانسانيه فبقاش ناخد بالنا. يعني قصدي مش هنكسب 5 جنيه ولا 50 جنيه ولا 5 مليون جنيه ولا 50 مليون جنيه. اعمل فيلم ولا مسلسل الى اخره يكون هدفه في الاخر ان انا ادمر العلاقات الانسانيه. واحيانا احنا اصلا بيبقى الناس مش عميقه في تفكيرها لدرجه ان هو يفكر ان هو بيعمله ده اصلا ليه اي تاثير. هو عايز كلمتين وخلاص. فيعني كلمات اخيره سياده النائبه امل سلامه، ما تعليقك الاخير على كل اللي سمعتيه وشايفه القانون ده او مشروع القانون ده هيروح فين؟ تعليقي على الاول على الاستاذ اللي قال احصائيه ضرب الزوجه للزوج 30%. طب حضرتك ما سالتش ليه احصائيه زوج ضرب الزوج للزوجه؟ ضرب الزوج للزوجه لا هتلاقي اكتر بكتير اكيد 86%. 86 شفت الفرق؟ يبقى اذا يعني من كل 100 زوج في 86 زوج ضربوا مراتهم. 8 مليون يا فندم الاحصائيه بتاعت المجلس القومي للمراه. اوكي طبعا ما برضه يعني اذا الزوجه لما تضرب دي بتبقى حاجات فرديه تمام مقارنه باللي بيعمله الرجل. تمام يعني بس عليك ماضيه في مشروع القانون كما هو ان شاء الله ان شاء الله. طيب دكتور ايمان تعليق اخير. يعني هي مناشده لجميع مؤسسات الدوله الاعلام والتربيه والتعليم ان هم يعني يبقى دورهم ايجابي اكتر من كده. احنا مش هنقعد بس نبرز السلبيات وما نديش حلول. لازم يبقى في اتجاه قومي للتصحيح. خلاص احنا خدنا بالنا ان في مشكله، نبتدي بالمدارس، نبتدي بالجمعيات الاهليه، نبتدي بالميديا اللي بتتقدم للناس. ماشي مبدا تجسيد الواقع ما يبقاش بالسيفيريتي. مش لازم ننقي أسوأ حاجة في الواقع ونبروزها ويتعمل عليها المسلسل وبكده نشرعينها بالظبط شرعية كأنه خلاص مش طالع في التلفزيون نعمل ده عادي بقى. لا نختار الواقع الكويس والقيم والأخلاق اللي احنا عايزينها ونطلعها. يبقى في المنهج يعني في بعض المدارس بتدرس حاجة اسمها كاركتر بيلدينج اللي هي بناء الشخصية. نبني القيم والأخلاق والسلوك جوه الأطفال علشان يطلعوا كده المجتمع اوتوماتيك هيتصلح فيربوا ولادهم بنفس الطريقة. لازم نشتغل من دلوقتي. في نسبة خسائر مش هنعرف نغيرها خلاص تمام نبتدي بقى باللي جاي نبتدي تمام الحسن. دكتور إبراهيم كلمة أخيرة. حقيقة الكلمة الأخيرة إن أعلى نسبة طلاق بتبقى في السنة أولى زواج وده دليل على ان انت داخل قبل اتنين داخلين في حاله من التصارع. ازاي اثبت وجود بالنسبه لهم الجواز وسيله للتعارف. عارف احنا بنختصرها في ايه؟ مين يذبح القطه لمين؟ يعني حتى بص ذبح القطه احنا داخلين البيت بالعنف يعني احنا جايين بيه بالعنف. نحن نحتاج الى خطاب جديد. محتاجين شراكه زي ما انا قلت. اتمنى ان يبقى في حلقه تواصل وتشابك بين الثقافة بين الخطاب الديني مراكز الشباب قصور الثقافة. على فكرة احنا دولة مش فقيرة. انزل اي قرية هتلاقي مباني قصور بمعنى الكلمة
بس هل بيدخلها ناس تشتغل على الوعي؟ انا بيجيلي جدول محاضرات مثلا لو رايح مركز الشباب الاقي حد هتوجع دماغي خد حضره فلان وبتاع واديك التاشيره عشان تمشي. محتاجين يا جماعه ربنا قال جمله حلوه قوي، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين، ان احنا نتقن عملنا، ان احنا نبتدي نحس ان احنا مسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا كان يربي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. انا بوجه الشكر لحضراتكم جميعا، واتمنى يعني الرساله توصل. علمونا في الناس اللي بتعمل public policy او اسمها سياسات عامه، يقول لك صانع القرار احيانا بينشغل بما هو ملح على حساب ما هو مهم. يعني ممكن تلاقي الايقاع اليومي بتاع الاحداث مخليك مش عارف تفكر في الحاجات اللي عايزه تخطيط لمدى زمني طويل، ومع ذلك احنا بنخطط لمدى زمني طويل، في حاجات كتير قوي نجحنا فيها رغم صعوبتها، انما ملف بناء الانسان المصري بما فيه هذه التركيبه المعقده في علاقه الرجل بالمراه، في الجواز من غير جواز الى اخره، دي محتاجه برضو انها يكون لها مسؤولون يعني مهتمون بهذا الملف ويقدموا توصياتهم وافكارهم لصانع القرار. انا بوجه كل الشكر لسيادة النائبة امل سلامة عضو مجلس النواب، بشكرك يا فندم شرفتينا، بوجه كل الشكر لدكتورة ايمان الدمياطي استشاري الصحة النفسية وخبير العلاقات الاسرية، بشكرك شكرا جزيلا، بوجه كل الشكر لدكتور الشيخ ابراهيم رضا من علماء الازهر الشريف، بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. كمان بنشكر حضراتكم ونقول هذا ما امكن اراده وتيسر اعداده وقدر الله لنا قوله. اصبحوا على خير.